بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الجزء السابع من الكتاب، عنوان رصد الثقوب السوداء. الثقب الأسود هو غالبا الجرم الأكثر غرابة الذي كشفت عنه الفيزياء، ومن ثم يحق لنا التساؤل، هل مثل ذلك الشيء موجود بالفعل أم أنه نتاج الخيال الجامح لعلماء النظريات؟ الإجابة عن ذلك التساؤل تشكل صعوبة بالغة، لأن الثقب الأسود وفقا لتعريفه غير مرئي بسبب استحالة إفلات أي شعاع من شدة جاذبيته. من المستحيل بالتالي الحصول على دليل حاسم كصورة فوتوغرافية مباشرة على سبيل المثال. يتمثل الحل إذن في محاولة اكتشاف وجود ثقب أسود بشكل غير مباشر من خلال التأثيرات التي يمارسها على جسم آخر، ولقد رأينا فيما سبق أن العديد من النجوم ليست معزولة لكن تنتمي لثنائيات نجمية، وحين يكون أحد طرفي الثنائي متقزما أبيض أو نجما نيوترونيا يحدث نقل للكتلة وتنتج ظواهر مثل النوفا والسوبر نوفا. ولو كان أحد النجمين ثقبا أسود يمكن أن تحدث ظواهر مشابهة من كتلة تنتقل وقرص تضخمي يتشكل وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قصوى وكميات كبيرة من أشعة إكس تنبعث، وذلك يشكل وسيلة لكشف ثقوب سوداء إن وجدت يكفي فحسب العثور على مصادر أشعة إكس في ثنائيات نجمية. والمشكلة التي تواجهنا هنا تكمن في حقيقة أن النجوم النيترونية يمكنها هي الأخرى أن تنتج أشعة إكس بشكل كبير. من الأساس إذن أن يكون بوسعنا تحديد ما إذا كان المصدر ثقبا أسودا، وثمة وسيلة بسيطة لذلك وهي التوصل لتحديد كتلة الجسم الذي يطلق أشعة إكس. في الواقع أظهرت الدراسة النظرية للنجوم النيترونية أن الكتلة القصوى الممكنة هي 3 أمثال كتلة الشمس. بهذا الشكل لو تبين أن مصدرا لأشعة إكس له كتلة أكبر من 3 أمثال كتلة الشمس، يحق التفكير في أنه ليس نجما نيوترونيا لكن بالأحرى ثقب أسود. عنوان الدجاجة إكس، شرطة 1 إكس 1. المرشح الأول تم الكشف عنه في بداية السبعينات عبر القمر أوهورو الذي يرصد في نطاق أشعة إكس، فقد كشف ذلك الأخير في كوكبة الدجاجة عن مصدر شديد الكثافة يطلق عليه اسم الدجاجة إكس شرطة 1. وفضلا عن طاقته الهائلة فإن إشعاع ذلك الجرم كان يتسم بخاصية التذبذب بسرعة قصوى في مدة لا تتجاوز أحيانا أجزاء من 1000 من الثانية. تلك التقلبات السريعة كانت تنم عن إن المصدر لابد أن يكون صغيرا للغاية في الواقع لكي تؤثر عملية ما على جسم ما بحيث تؤدي إلى تغيير إضاءته بشكل ملحوظ. ينبغي لتلك العملية أن تؤثر على الجسم كله، ذلك يعني أن هناك بالضرورة تبادلا للمعلومات بين كل أجزاء الجسم، لكن بما أن تلك التبادلات لا تتم بشكل متزامن لكن بالأحرى بسرعة الضوء كما تعلمنا النسبية، فإذا كان الضوء يحتاج عاما ليعبر جسما ما فإن ذلك الأخير لا يمكنه أن يبدي تغيرات ملحوظة في خلال زمن من قبيل اليوم الواحد. نستنتج من ذلك أن التقلبات السريعة لمصدر الدجاجة إكس شرطة 1 تبرهن على أن ذلك الجرم لابد أن يكون صغيرا للغاية بحجم نحو عدة مئات من الكيلومترات، لكن عمليات الرصد في نطاق أشعة إكس لم تتح في ذلك الوقت تحديد وضع الدجاجة إكس شرطة 1 بدقة كما ينبغي الانتظار حتى عام 1972 لكي يتحقق ذلك على يد علماء الفلك الراديوي، حيث اتضح لهم أن المصدر الدجاجة إكس شرطة 1 ينبغي أن يكون مرتبطا بشكل أو بآخر بنجم عادي موجود على بعد 6000 سنة ضوئية، وهو النجم HDE 2268868، ولا مجال لأن يكون هو نفسه مصدر أشعة إكس. وكشف التحليل الطيفي للنجم عن وجود حركة ذهاب وعودة ترددية لأشعة النجم، الأمر الذي يبعث على استنتاج أنه لابد أن يكون في مدار حول جسم آخر، وكان الاستنتاج سهلا.
ذلك النجم اتش دي اي 2268 68 له رفيق هو الدجاجة اكس شرطة واحد قليل الإضاءة بشكل لا يسمح برصده في النطاق المرئي، لكنه كان يجتذب بمادة النجم، وبالتالي كان ذلك مصدر أشعة اكس. هل ذلك الرفيق هو ثقب أسود أم نجم نيتروني؟ بفضل العلاقة بين كتلة وإضاءة النجوم، كان الفيزيائيون الفلكيون يعلمون أن ذلك النجم اتش دي اي 2268 68 وهو من النوع بي، كتلته تعادل 30 مثل كتلة الشمس، وكانوا يعرفون كذلك بفضل تحليل إزاحة الإشعاعات كيفية تحرك ذلك النجم، وانطلاقا من تلك المعطيات كان بمقدورهم تحديد الكتلة المطلوبة لجعل نجم بمثل 30 كتلة الشمس يأتي بمثل ذلك التحرك. النتيجة كانت أن النجم الدجاجة إكس شرطة واحد ينبغي أن يكون جسما يبلغ نحو 10 أمثال كتلة الشمس، وهو ما يزيد كثيرا على حدود كتلة النجوم النيترونية. وهذا يعني أن الدجاجة إكس شرطة واحد هو على الأرجح ثقب أسود، ويدلل على ذلك كتلته وضآلة حجمه فضلا عن طاقة إشعاعه في نطاق الأشعة السينية. ينبغي مع ذلك ملاحظة أن ذلك ليس أكيدا بشكل مطلق، فثمة التشككات تبقى في حساب كتلة الجرم. فبافتراض أن الأمور صارت بشكل سيء وتجمعت الأخطاء كلها في نفس الاتجاه، لكان من الوارد أن تقل كتلة الدجاجة إكس شرطة واحد إلى 3 أمثال كتلة الشمس فحسب، وأن يكون التالي مجرد نجم نيتروني، غير أن هذا احتمال مستبعد. عنوان حالات أخرى لثقوب سوداء محتملة. منذ اكتشاف الدجاجة إكس شرطة واحد تم اكتشاف حالات أخرى لنجوم يحتمل أن تكون ثقوبا سوداء، إنها تبدي كلها نفس الخصائص، انبعاثات إكس كثيفة ومتغيرة بسرعة وكتلة تزيد على 3 أمثال كتلة الشمس. يمكننا أن نذكر على سبيل المثال A0620 00 في كوكبة وحيد القرن، و MC في سالب واحد، و LMC في سالب 3 في السحابة الماجلانية الكبرى، أو V404 الدجاجة في كوكبة الدجاجة. ذلك المثال الأخير هو على الأرجح الأقرب للمنطق، بما أن الكتلة الدنيا للجرم مع مراعاة كل التشككات هي 6 أمثال كتلة الشمس، أي مرتان من الحد الأقصى لكتلة النجوم النيترونية. في نهاية المطاف سوف نرى لاحقا أنه يوجد نوع آخر من الثقوب السوداء، نسخة تزيد كثيرا في كتلتها على الحالات السابقة، ونجدها في مركز المجرات، وقد تصل كتلتها لعدة مليارات مثل كتلة الشمس. عمليات رصد ذات طبيعة مختلفة أكدت بشكل شبه يقيني وجود مثل تلك الثقوب السوداء فائقة الكتلة، وتمثل هذه النتيجة بلا شك حجة إضافية لصالح إمكانية وجود ثقوب سوداء مشكلة من بقايا النجوم. عنوان غبار ما بين النجوم. إن الفراغات الهائلة التي تفصل النجوم ليست خاوية كما اعتقد الفلكيون لوقت طويل، فهي في الواقع مليئة بما نطلق عليه في وسط ما بين النجوم، الذي يضم نحو 10% من الكتلة المادية الكتلة الكلية للمادة بمجرة ما، والباقي من الكتلة مركز في النجوم. هذا الوسط يتشكل أساسا من الغاز، لكن أيضا من الغبار والجزيئات المشحونة بالطاقة، وكلها موجودة داخل مجال مغناطيسي. إن ذلك الوسط في حالة تفاعل متواصل مع النجوم التي تتولد بداخله وتعيش وتموت، وكذلك في قلبه تحدث التفاعلات الكيميائية التي تسفر عن مولد جزئيات شديدة التعقيد. ووجود المادة في الفضاء بين النجم نما إلى الأذهان في بداية الأمر كنتيجة اكتشاف مناطق قاتمة في السماء، ثم تأكد وجوده بوضوح على يد روبرت تريمبلر في الثلاثينات. كان ذلك الفلك الأمريكي يعكف على دراسة مسافات بعض تجمعات النجوم، وبطرح فرضية أن كل التجمعات لها نفس الإضاءة الذاتية ونفس الحجم، فقد استخدم منهجين لتحديد مدى بعدها. أحد المنهجين كان يرتكز على قياس قطرها الزاوي، والثاني يرتكز على تحديد إضاءتها الظاهرة.
على إضاءة التحديد على إضاءة على تحديد إضاءاتها الظاهرية. ولاحظ روبرت ترامبلر أن المنهجين يسفران عن نتائج متشابهة بالنسبة للتجمعات النجمية القريبة، لكن شديدة الاختلاف بالنسبة للأبعد. في تلك الحالة الأخيرة كانت الإضاءة الظاهرية أضعف كثيرا بدرجة أكبر من التبرير ببعد المسافة. لابد إذن أن الضوء الذي يأتينا من تلك التجمعات البعيدة كان يتخفف إبان مساره، وهو ما لم يكن ليسفر إلا بافتراض أن المناطق التي تبدو خاوية يسودها وسط يمتص الضوء أو يشتته. ونحن نعلم الآن أن هذه الظاهرة التي تدعى الانطفاء بين النجم راجعة إلى وجود غبار يشتت الضوء، وهذا يعني أن نسبة من الإشعاع الذي يأتينا من التجمعات النجمية ومن كل الأجرام البعيدة بشكل عام تنحرف عن المسار وتفلت من مراقبنا، وهو ما يفسر أن الإضاءة الظاهرية للأجرام الأبعد تكون أضعف من المتوقع. وفيما ظاهرة ثانية ترتبط بوجود مادة بين النجوم، وهي الإحمرار بين النجم. تلك الظاهرة ترجع في الواقع إلى ظاهرة تشتت الضوء وانطفائه، وترتبط بشدة بالطول الموجي، وتتجلى في نطاق الطيف الأزرق عنه في الأحمر. إذن الشكل العام لطيف في نجم ما يتأثر بوجود الغبار بين النجم، حيث أن الكثافة في نطاق الأزرق تقل في حين أنها في نطاق الأحمر لا تتأثر إلا قليلا. بالنسبة لراصد أرضي تبدو النجوم أكثر احمرارا عما هو حالها فعليا. فلنلحظ أن نفس الظاهرة تحدث بالنسبة للشمس، فالغلاف الجوي الأرضي يشتت من الضوء الشمسي في نطاق الطيف الأزرق أكثر مما يفعل في نطاق الأحمر. وحين يكون نجمنا منخفضا قرب الأفق، فإن ضوئه يعبر طبقة سميكة جدا من الهواء شديدة الكثافة، وهو ما يفسر مظهره الأحمر حين ذاك، ويضفي على سمائنا لونها المعروف. في بعض الظروف يمكن رصد الغبار بين النجم بشكل مباشر. تتجسد هذه الحالة عند وجود سحابة من الغبار على مقربة من نجم وتشتت ضوئه. سوف يكون من شأن السحابة في هذه الحالة أن تبث إشعاعا يميل إلى زرقة مميزة، ونكون وقتئذ بصدد ما يطلق عليه سديم الانعكاس. وعلى الرغم من أن الغبار يعزي إلى الجانب الأكبر من التأثيرات الملموسة في الوسط بين النجم، فإنه لا يمثل سوى نحو 1% من كتلته. ولقد تم تحديد الطبيعة الدقيقة لهذا الغبار عن طريق دراسة الآلية التي يتشتت بها الضوء النجمي. وقد اتضح بهذا الشكل أن الغبار يتكون في المقام الأول من حبيبات صغيرة صلبة أبعادها أقل من جزء من المليون من المتر. هذه الحبيبات تتكون بشكل أساسي من الكربون والأكسجين والسيليسيوم والحديد، وهي محاطة بشكل ما بغلاف رقيق من ثلوج المياه والأمونيا. ولا يتكون الغبار في الوسط بين النجم نفسه، لأن ذلك الوسط خفيف للغاية، ومن ثم احتمال التقاء الجزيئات به ليس كبيرا. وإنما يتكون الغبار في الواقع في جوار النجوم التي تكون في نهاية حياتها نتيجة قصف كميات هائلة من المادة، سواء على هيئة رياح نجمية أو إبان انفجار نجوم السوبر نوفا. وعلى بعد مسافة كافية من النجوم تكون الحرارة قد انخفضت بدرجة تتيح تجمع المادة المنبعثة على شكل ذرات، وتكون الكثافة بها كذلك مرتفعة، الأمر الذي يفسح المجال لأن تتحد هذه الذرات وتتحول إلى جزيئات معقدة ثم حبيبات صغيرة من الغبار. وتستمر هذه الحبيبات بعد ذلك في الابتعاد عن النجم وتنتهي بأن تذوب في الوسط النجمي. عنوان غاز ما بين النجوم. وإذا كان للغبار تأثير مرئي أكثر منه بالنسبة للغاز، فإن الغاز في المقابل يشكل 99% من كتلة الوسط بين النجم. ويتكون هذا الغاز في المقام الأول من الهيدروجين، وهو موجود وفقا لحرارته وكثافته على هيئة ذرات أو أيونات أو جزيئات. عنوان الهيدروجين الذري. وتتكون مناطق الحرارة والكثافة المتوسطة من الهيدروجين الذري، وليس من شأن الغاز على هذه الهيئة أن يبعث إشعاعا مرئيا، وهو ما يعقد من إمكانية دراسته. كان ينبغي إذن انتظار الوصول لعلم الفلك الراديوي لنتمكن من رصد تلك المناطق وتحديد خواصها. ومن خصائص ذرة الهيدروجين أنها
تصدر بثا في نطاق الراديو عند طول موجي 21 سنتيمترا. هذا الإشعاع المرتبط بتفاعل ذي أصل كمي بين البروتون والإلكترون اللذين يشكلان ذرة الهيدروجين، تم اكتشافه للمرة الأولى عام 1951، ولقد أتاح منذ ذلك الحين دراسة العديد من خواص مناطق الهيدروجين الذري مثل توزيعها وحرارتها وكثافتها وأيضا حركتها. ولقد تم اكتشاف نوعين مختلفين من المناطق الممتلئة بالهيدروجين. أولا سحب باردة تصل درجة الحرارة فيها لنحو 100 كلفن تدعى مناطق HI، تتسم تلك السحب بكتلة تعادل 50 مثل كتلة الشمس وكثافة بنحو بضع ذرات في السنتيمتر المكعب. وللمقارنة فإن كثافة الهواء الذي نتنفسه هي مليار جزيء في السنتيمتر المكعب. والنوع الثاني هو وسط أكثر سخونة تصل درجة حرارته إلى عدة آلاف كلفن، لكن أقل كثافة مع أقل من ذرة واحدة في المتوسط في السنتيمتر المكعب. وفي هذا الوسط تسبح المناطق HI. عنوان المناطق المؤينة. يحتوي كذلك الوسط بين النجوم على مناطق يوجد فيها الهيدروجين على هيئة أيونات، فالإلكترونات والبروتونات لا تكون حينذاك مجمعة في إطار الذرة، لكن تكون منفصلة وحرة. تلك المناطق لها حرارة متوسطة تبلغ 10,000 كلفن، وهي لا تتولد إلا في بيئات شديدة الخصوصية. إنه الحال على سبيل المثال بجوار النجوم كبيرة الكتلة التي تبث كميات كبيرة من أشعة جاما، أو في المناطق التي تتعرض لموجات تصادمية. وثمة إمكانية أخرى تتمثل في المادة التي يتم قصفها إبان انفجار نجم سوبر نوفا، فعلى نحو ما سبق ذكره يقذف غاز النجوم بسرعة كبيرة للغاية، وحين يختلط ذلك الغاز بالوسط بين النجم فإن قوى الاحتكاك تسخن الغاز وتؤينه، وتؤدي تلك العملية لتولد خيوط ضوئية لامعة تشكل قوقعة بديعة حول بقايا النجم. وثمة ظروف أكثر شدة من سابقتها كشفت عنها البعثات الفضائية العاملة في نطاق الأطوال الموجية القصيرة، فلقد اكتشفت هذه البعثات خلفية من أشعة إكس تنبعث من كل اتجاهات السماء. هذه الخلفية المنتشرة مرتبطة بوجود غاز شديد السخونة تزيد حرارته على مليون كلفن يدعى الغاز التاجي، ومصدره غالبا مرتبط بانفجارات السوبر نوفا. لأنه إبان مثل ذلك الحدث العظيم تتولد فقاعة من الغاز قليلة الكثافة لكن ساخنة إلى أقصى حد، وتتمدد حتى تحيط بالنجم. ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من هذه الفقاعات بجوار الشمس، وأن مجموع إشعاعها هو منبع الخلفية المنتشرة في نطاق أشعة إكس. لقد كشفت البعثات الفضائية بشكل خاص الفقاعة المحلية، وهي منطقة يبلغ قطرها 100 فرسخ تضم الشمس، وكثافة الغاز بداخلها تكون أقل من المتوسط. ويعتقد عدد من الفلكيين أن تلك الفقاعة ترتبط بانفجار سوبر نوفا قريب شكلت بقاياه البلسار سيجما التوأمان، وهو المصدر شديد الكثافة لأشعة الجاما. عنوان الهيدروجين الجزئي. الصورة الأخيرة لوجود المادة بين النجمين هي سحابة الجزيئات التي تتحد بها الذرات لتشكل جزيئات، وتبلغ حرارة تلك السحب 10 درجات من الصفر المطلق، وكثافتها تناهز 1000 جزيء بالسنتيمتر المكعب. وتتكون هذه السحب أساسا من الهيدروجين الجزئي H2، ويصعب رصدها لأن الهيدروجين على هذه الحالة لا يبث إشعاعات يمكن رصدها بسهولة. ينبغي إذن اللجوء لمكون آخر في هذه السحب، وهو مونوكسيد الكربون CO الذي يبعث إشعاعا في أطوال موجية في حدود المليمتر. ولقد بدأت دراسة سحب الجزيئات في منتصف السبعينات، وكشف عن أن الأغلبية الكبرى من الهيدروجين الجزئي موجود في سحب عملاقة حجمها يقع بين 10 و100 فرسخ. وهذه السحب الجزئية العملاقة لها كتلة تتراوح بين 100,000 ومليون مثل كتلة الشمس، ويمكننا أن نحصي منها 5,000 في مجرتنا. وكشفت عمليات رصد أخرى عن وجود نحو 100 من أنواع الجزيئات المختلفة في تلك السحب، من بينها كثير من الجزيئات العضوية، ومنها يوجه
ومنها بوجه خاص ما هو أساسي للحياة، والسحب الجزئية تضم كذلك غبارا، وبسبب كثافتها المرتفعة نسبيا فإن تلك السحب تكون معتمة وتبدو بالتالي في السماء في صورة مناطق قاتمة مثل ثقوب بين توزيع النجوم. والمثال المعروف جيدا هو سديم رأس الحصان، عنوان نشأة النجوم. قد يبعث على الدهشة أن ثمة احتمالا لوجود تجمعات أضخم حتى من السحب الجزيئية العملاقة، لأن من الوارد أن تكون قوة الجاذبية السائدة من الشدة بحيث تدفعها للانهيار على نفسها. والواقع أن عديدا من الظواهر تتدخل لتكفل وجود استقرار نسبي. ففي البداية تعمل النجوم القريبة على تسخين الغاز في السحب، وهو ما يؤدي إلى تنشيط الجزيئات وبالتالي إلى تولد قوة ضغط داخلي يمكنه مقاومة الانهيار. ثم إن السحابة لا تبقى ساكنة بل تدور حول نفسها، الأمر الذي يجعل جزيئات الغاز تتعرض لقوة طرد مركزي تمنعها من السقوط لمركز السحابة. وفي النهاية يأتي المجال المغناطيسي بين النجمين لينضم إلى العوامل التي تسهم في كفالة الاستقرار. تلك الوضعية لا تستمر مع ذلك بشكل دائم، لأن ثمة عوامل يمكن أن تعمل على تقويض التوازن وبدء عملية انهيار جاذبي. وأول هذه العوامل هو مرور السحابة في منطقة ذات كثافة عالية من المادة، ومجراتنا لا تتسم بتوزيع متجانس للمادة لكن تضم مناطق أكثر كثافة من المتوسط. وحين تعبر سحابة جزئية عملاقة إحدى تلك المناطق فإنها تتعرض لقوة ضغط قد تؤدي إلى تقويض التوازن وإحداث انهيار جاذبي. وثمة سبب آخر هو انفجار سوبر نوفا، ذلك الحدث يؤدي لموجة تصادمية هائلة تضغط بعنف المناطق التي تمر بها، ويمكنها بالتالي أن تؤدي لانهيار جاذبي لسحابة جزئية عملاقة. إن هذا السبب على وجه التحديد هو السيناريو المطروح لتفسير نشأة الشمس، عنوان التفتت. وبمجرد أن ينهار الاستقرار فإن السحابة الجزئية العملاقة لن تنكمش فحسب، فهي تبدأ أولا في التفتت لكتل أصغر فأصغر. وقد درس تلك العملية الفيزيائي البريطاني جيمس جينس، الذي أظهر في بداية القرن أن سحابة غاز خاضعة لتأثيرات مضادة لقوى الجذب والضغوط الداخلية ينتهي بها الأمر إلى الانكباش إذا كانت كتلتها أكبر من حد معين يدعى كتلة جينس. ذلك الحد يكون ضعيفا كلما كانت السحابة كثيفة، ويكون أكبر كلما كانت الحرارة مرتفعة. واستنادا إلى ذلك فإن سحابة كثيفة ستنكمش بشكل أسهل من سحابة خفيفة، وبالنسبة لكثافة معينة فإن سحابة باردة ستنهار بشكل أسهل من سحابة ساخنة. وتحدد كتلة جينس حجم السحابة القابلة للانهيار، بينما تكون التغيرات التي تتعرض لها تلك الكتلة الحرجة نتيجة الحرارة والكثافة هي التي تحدد سير الأحداث بعد انهيار التوازن. وبداخل السحابة الجزيئية العملاقة التي اختل توازنها وتفتتت إلى كتل مستقلة، نجد من هذه الكتل ما يناهز حد جينس، ومن ثم تبدأ في الانكماش، ومع ازدياد الضغط تتصاعد الكثافة في كل من تلك الكتل، وهو ما يؤدي إلى تقليص حد كتلة جينس الحرج. والنتيجة هي سلسلة جديدة من التفتت وانقسام كل كتلة لسحب أصغر وأكثر كثافة، وتستمر كتلة جينس بالتالي في الانخفاض وهلم جرة. ويسفر تتابع الانقسامات وعن تحول السحابة العملاقة إلى كمية كبيرة من الفتات من الأصغر إلى الأصغر، وينتهي الأمر بعملية التفتت إلى التوقف. وحتى هذه اللحظة كانت السحب تتسم بأنها شفافة، ومن ثم لم يكن هناك ما يعوق انتشار الإشعاع بشكل حر، وكان ذلك الإشعاع هو ما يخلص السحابة من فائض مخزونها من الطاقة. لكن في وقت بعينه تصل كتل الغاز لكثافة كافية لتصير معتمة، وتمنع الإشعاع بالتالي من إتمام مهمته بتسريب فائض الطاقة. ونتيجة ذلك تبدأ حرارة السحابة التي كانت مستقرة حتى هذا الوقت في الارتفاع، وهو ما يترجم بزيادة في كتلة جينس. وعند مرحلة معينة تكون السحابة ضئيلة الحجم التي آل إليها الأمر وقت أن كان حد جينس الحرج في أدنى مستوى، قد صارت كتلتها أقل من أن تتفتت مرة أخرى وكل العملية تتوقف. عنوان مولد نجم. وحين يتوقف التفتت تكون كل سحابة صغيرة من الغاز قد صارت نجما. أوليا يستمر في الانكماش والتسخين محولا طاقته الجاذبية
لطاقة حرارية، وتبقى الفرصة متاحة لأن يفلت الإشعاع جزئيا وتبقى الحرارة بالتالي معتدلة، ويكون ضوء النجم في نطاق لطيف تحت الأحمر، لكن الانكماش يستمر ويصير الغاز في نهاية المطاف معتما. حرارة النجم الأولي تبلغ حينذاك عدة آلاف كلفن، ويبدأ النجم في التألق في نطاق الضوء المرئي، وبما أن حجمه عند هذه المرحلة يكون هائلا، فإن النجم الأولي يكون لامعا إلى أقصى حد، وتصل درجة تألقه إلى 100 مثل حال شمسنا الآن. في جوف الجرم تزداد الكثافة والحرارة شيئا فشيئا، ويأتي في نهاية المطاف وقت تصل فيه الحرارة المركزية إلى 10 ملايين درجة، وتبدأ عمليات التفاعل النووي الاندماجي للهيدروجين في ذلك الوقت، تنتج كمية هائلة من الطاقة تؤدي إلى تولد ضغوط داخلية تقاوم قوة الجاذبية، الأمر الذي يؤدي لاستقرار الجرم. ويتوقف الانكماش وتكون بداية حياة النجم في طور التتابع الرئيسي، وفترة نشأة نجم ما تكون أقصر كثيرا من مدة حياته في التتابع الرئيسي، وهي ترتهم بشدة بكتلة النجم المعني. بالنسبة لنجم مثل الشمس تصل هذه الفترة إلى 10 ملايين من السنين، ولكنها تقل عن 100 ألف عام بالنسبة لجرم يبلغ 10 أمثال كتلة الشمس. ولدواعي الحصر تجدر الإشارة إلى كذلك إلى أن النجوم ليست كلها تنشأ في سحب جزئية عملاقة، فبعضها من ضمن الأصغر كتلة يولد انطلاقا من سحب جزئية أصغر قد تقل أبعادها عن الفرسخ الواحد، تدعى كريات روك. عنوان نجوم تي الثور وأجرام هيربيج هارو ومناطق اتش اي اي. عادة ما تكون نجوم نشأة النجوم مصحوبة بظواهر مبهرة، وفي معظم الأحيان يكون من شأن النجم المشرف على الدخول في طور التتابع الرئيسي أن يفقد كمية كبيرة من الغاز على هيئة رياح نجمية، ويمكنه بهذا الشكل أن يقذف جزءا كبيرا من كتلته، ويدعى النجم حينذاك تي الثور. وتتميز هذه المرحلة ببث قوي للغاية في نطاق الأشعة تحت الحمراء، لأن الإشعاع المرئي للنجم يتم امتصاصه ويعاد إطلاقه بواسطة الغبار البارد نسبيا الذي يحيط به. وغالبا ما يصاحب نشأة النجوم كذلك قصف للغاز على هيئة دفقتين متعامدتين، ويعزي تفسير محتمل لهذه الظاهرة الأمر إلى وجود قرص مكون من بقايا النشأة حول النجم، وعندما ينتشر الغاز المنطلق من النجم فإنه يصطدم بهذا القرص ويغير مساره إلى اتجاه عمودي على مستوى القرص، وهو ما يؤدي لوجود دفقتين متعامدتين. وعلى مسار الدفقتين نجد أحيانا تجمعات مركزة ضئيلة للغاز أو الغبار، هذه المناطق تستقبل حينذاك كميات كبيرة من الطاقة وتأخذ في التألق، ونطلق عليها أجسام هيربيج هارو، ويمكن أن تسفر عن تكون سلسلة متراصة بديعة من السدم الصغيرة اللامعة بامتداد هذه الدفقات. ومن الحالات الملفتة للانتباه حالة النجوم الأكبر كتلة، إن هذا النوع من النجوم يشهد انهيارا جاذبويا سريعا للغاية، ويصل بذلك لتوريه المستقر بسرعة كبيرة، وهكذا تنشأ نجوم من النوع O أو النوع B، وتكون ساخنة للغاية وشديدة الإضاءة، وفي هذه الحالة جزء كبير من الإشعاع النجمي يكون مشحونا بالطاقة ويكون في نطاق لطيف فوق البنفسجي، ويؤدي هذا الضوء إلى تسخين الوسط بين النجم حول النجم، ويتكون هذا الوسط في المقام الأول من الهيدروجين المؤين أو من بروتونات وإلكترونات حرة، ويحدث أحيانا أن يلتقي إلكترون وبروتون ويتحدا ليكون ذرة هيدروجين. تلك الظاهرة تكون مصحوبة ببث فوتونات حمراء، فتأخذ بذلك المنطقة المحيطة بالنجم في التألق، ويسفر عن ذلك ظهور سديم بديع يدعى منطقة HII، ومن أمثلة ذلك سديم الجبار الشهير المرئي بالعين المقردة في كوكبة الجبار. وتشكل النجوم كتلة كبيرة الكتلة وشديدة الإضاءة الموجودة في داخل منطقة HII ما نطلق عليه رابطة OB، وبصفة عامة سرعان ما تتشتت هذه النجوم بسبب ضعف الجاذبية فيما بينها، وهذا يعني أن رابطة النجوم تكون فترة حياتها قصيرة للغاية على عكس التجمعات النجمية
المكونة من نجوم مرتبطة بالجاذبية وتبقى بالتالي لوقت أطول كثيرا. فلنلحظ أيضا أن النجوم كبيرة الكتلة تكون مصدرا لرياح نجمية قوية وموجات تصادمية تساعد على نشأة النجوم في المناطق القريبة منها. عنوان المجرات 8، عنوان دراسة تاريخية لدرب التبانة. إن أروع المشاهد في سماء الليل، لا سيما حين تكون السماء مظلمة بما يكفي لأن تكون الرؤية واضحة، هو شريط أبيض وضبابي يمتد عبر القبة السماوية. إنه درب التبانة. لقد كان جاليليو بتوجيه منظاره نحو ذلك المشهد في القرن ال17، أول من أدرك أن الأمر لم يكن يتعلق بمجرد ضوء منتشر. فدرب التبانة في الواقع يتكون من عدد ضخم من النجوم والتي تتركز في منطقة من السماء على شكل شريط ضوئي، ويصل تركيز النجوم لدرجة تجعل العين البشرية تعجز عن تمييز النجوم عن بعضها البعض، فلا ترى إلا مجرد شريط ضوئي. لقد حمل شكل درب التبانة وما يوحيه بأنه يحيط الأرض الفلكيين، لا سيما الإنجليزي توماس رايت في منتصف القرن ال17، على الاعتقاد بأن الشمس والنجوم الأخرى قد تكون موجودة في شكل نظام مسطح للغاية. وفي القرن ال18 تقدم الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت بفكرة مفادها أن درب التبانة هو منظومة من النجوم على شكل قرص، وبالنظر في اتجاه القرص كان الناس يرون عددا هائلا من النجوم التي تبدو متداخلة لدرجة أنها تظهر على شكل شريط ضوئي. وفي المقابل لم يكن يرى في الاتجاه العمودي على ذلك الشريط سوى بعض النجوم القريبة ولا شيء بعدها، وهو ما يمنح ذلك الإحساس النسبي بالفراغ. ولم تتوج المحاولات الأولى للذهاب لأبعد من ذلك بنجاح ملموس، ففي الثمانينيات من القرن ال18 بدأ ويليام هيرشل مكتشف كوكب أورانوس في أول تحليل كمي لبنية درب التبانة، فقد قسم القبة السماوية للعديد من المناطق، وقام بإحصاء عدد النجوم المرئية في كل منطقة بهدف محاولة تحديد شكل درب التبانة في الفضاء، وتحديد موضع الشمس بالنسبة لخلفية السماء. وبدأ من ملاحظات هيرشل أن توزيع عدد النجوم في درب التبانة منتظم بدرجة أو بأخرى، واستنتج من ذلك أن الشمس موجودة في مركز القرص المجري. في وقت لاحق وفي بداية القرن ال20 أجرى الهولندي جاكوبوس كابتين تحليلا أكثر تقدما، ووصل لنفس النتيجة. وقد حاول حتى تحديد حجم درب التبانة وقدره ب10,000 فرسخ. ونحن نعلم اليوم أن الاثنين قد أخطأ في استنتاجاتهما، لأنهما لم يضعا في الحسبان تأثير الوسط بين النجم. لكن لما كان هذا الوسط يشتت ضوء النجوم على نحو ما أشرنا، فإن إشعاع النجوم ابتداء بمسافة معينة يضعف كثيرا بحيث أننا لا نستطيع رصده، وبالتالي لا يكون بوسعنا أن نرصد سوى نسبة ضئيلة من نجوم درب التبانة تتمثل في النجوم الأقرب منها للأرض. بناء على ذلك، فأيا كان موقع الشمس في مركز المجرة أم لا، ما كان لهيرشل وكابتين إلا أن يتوصل لما بدأ لهما من توزيع منتظم للنجوم في السماء، لأنه لم يكن بوسعهما أن يريا سوى المناطق المجاورة للشمس. ولحسن الحظ بالنسبة لمساعي الإنسان للتعرف على الكون، فإن الوسط بين النجم لا يخفي الضوء في الاتجاهات كافة، حيث أن غازات وغبار ما بين النجوم موجودة مثل النجوم بتركيز في طريق درب التبانة. ولما كانت ظاهرة التعتيم بين النجم أي امتصاص ضوء النجوم ضعيفة للغاية في الاتجاهات الأخرى، فقد أتاحت رغم كل شيء رصد أجرام على المسافات البعيدة، وبفضل ذلك تمكن الفلكيون في النهاية من تحديد الشكل الحقيقي لدرب التبانة وحجمها وموضع الشمس بها. عنوان هارلو شابلي والكيفاويات. في عام 1912 كانت الفلكية الأمريكية هنريتا ليفيت تدرس السحابتين المجلانيتين السديمين اللذين يهيمنان على السماء الجنوبية ببهائها، وكانت مهمة هنريتا ليفيت
تتمثل في فحص شرائح فوتوغرافية مرتقطة في حقب مختلفة بهدف تحديد النجوم التي لم تكن إضاءتها ثابتة على مر الوقت. واكتشفت في معرض دراستها أن في معرض دراستها أن بعضا من هذه النجوم التي سميت فيما بعد بالكيفاويات كانت شدة ضوئها تتغير بشكل دوري. والأهم من ذلك أن تلك النجوم كانت تكتسب الخاصية التالية: أن إضاءتها المتوسطة كانت كبيرة بقدر ما كانت دورة تغير لمعانها طويلة، ولم يكن يبدو أنها مرهونة بأي عوامل أخرى. وبما أن كل تلك النجوم كانت تنتمي لواحدة أو أخرى من السحابتين الماجلانيتين، فهذا يعني أنها موجودة كلها على نفس المسافة من الأرض. إن خاصية تغير اللمعان لا ترجع إلى مسألة البعد عن الأرض، وإنما هي خاصية فيزيائية حقيقية للنجوم ذاتها. ولقد تبين أن تلك الخاصية ذات أهمية كبيرة، لأنها أتاحت للفلكيين الاستمرار في ابتكار مقاييس للمسافات. ففي الواقع لو كان بوسعنا أن نعرف في آن واحد الإضاءة المطلقة والإضاءة الظاهرية لنجم ما، لكان من اليسير حساب مسافة ذلك النجم من الأرض. لكن الصعوبة تكمن في تحديد الإضاءة الذاتية للنجم. هنا يأتي دور العلاقة التي توصلت إليها هنريتا ليفيت. فلنفترض أننا نرصد نجمين من الكيفاويات لهما نفس دورة الإضاءة، واحدة في سحابة مجلانية وأخرى في منطقة غير محددة. ومن المسلم به أن الفرق بين اللمعان الظاهري لكل من النجمين إنما يعود إلى عامل بعد المسافة، بما أن النجوم الكيفاوية المتساوية في طول مدتها مدة في مدة في طول مدة دورتها تتساوى كذلك في شدة إضاءتها المطلقة. وبمعرفة قانون تناقص الكثافة الضوئية مع المسافة، فإنه من السهل جدا حساب مسافة المنطقة قيد البحث بالنسبة لمسافة السحابة المجلانية. لقد أصبح لدى الفلكيين بهذا الشكل منهج جديد لقياس المسافات النسبية، ويتيح ذلك المنهج تحقيق طفرة كبيرة تتجاوز بكثير ما كانت تسفر عنه التقنيات التي ترتكز على اختلاف الرؤية أو نقطة التلاقي، لأنه يطبق حتى على نجوم لا تكشف عن أي حركة ظاهرة. وتتجلى صحة ذلك أكثر فأكثر كلما زادت شدة الإضاءة الذاتية للقيفاويات، والتي قد تصل إلى 10,000 مثل إضاءة الشمس، ويمكن إذن رؤيتها من بعيد جدا. عنوان التجمعات الكرية. غير أنه بقيت مشكلة مع بداية القرن، وهي أن البعد الحقيقي للسحابتين الماجلانيتين لم يكن معروفا، وبالتالي كان كل قياس يتم بطريقة نسبية، ولم يكن من الممكن معرفة البعد الحقيقي لجسم ما من الأرض. ولم تكن الكيفاويات القريبة ذات نفع، لأنها كانت بالفعل شديدة الابتعاد لدرجة لا تتيح أن يكون لها مقدار من اختلاف رؤية قابلة للقياس. ويرجع الفضل للفلك الأمريكي هارلو شابلي في تخطي هذه الصعوبة. لقد استخدم القاعدة العلمية القائلة بأن بعض الكيفاويات تبدي إزاحة زاوية قابلة للقياس على مدى فترة زمنية طويلة بما يكفي. وباستخدام قاعدة إحصائية بسيطة قام بحساب البعد الحقيقي لبعض الكيفاويات استنادا إلى هذه الإزاحة الزاوية، وبالتالي تحديد إضاءتها الذاتية. وتمكن بهذا الشكل من تحديد العلاقة الصحيحة التي تربط طول دورة لمعان النجم الكيفاوي وشدة إضاءته المطلقة. ومنذ ذلك الوقت صار يكفي تحديد فترة دورة تألق النجم الكيفاوي لنستخلص منها مقدار إضاءته الذاتية. وبمقارنة ذلك المقدار باللمعان الظاهر لنجم ما، يمكن حساب مدى بعد الجرم بسهولة. ولقد طبق هاربو شابلي تلك التقنية الجديدة في دراسة التجمعات الكرية، وهي مجموعات يمكن أن تضم زهاء مليون من النجوم وتتميز بشكلها الكروي. وكان توزيع التجمعات الكرية في السماء مختلفا للغاية عن توزيع النجوم، فالتجمعات تغطي كل القبة السماوية وليس فقط شريطا من السماء على غرار النجوم. وفضلا عن ذلك، فإن ذلك التوزيع لم يكن متماثلا في قبة السماء، بما أن الأغلبية كانت موجودة في نصف السماء المحيط بكوكبة القوس.
وبما أن التجمعات الكرية كانت تضم نجوما من القيفاويات، فقد استطاع هارلو شابلي استخدام منهجه في تحديد مدى بعدها، كما نجح في تحديد وضعها الحقيقي في الفضاء، وأنشأ خريطة ثلاثية الأبعاد لتوزيعها. وأظهرت النتيجة التي تم إعلانها في عام 1917 أن التجمعات النجمية موجودة على مسافات أكبر من أي تكهنات سابقة، وأنها موزعة على هيئة كرية، وأن مركز تلك الكرة يقع بعيدا جدا عن الشمس. وبناء على ذلك طرح هارلو شابلي فرضية أن التجمعات النجمية الكرية ترتبط بشكل أو بآخر بمجرة درب التبانة. ومن هذا المنطلق كان لابد أن يتسم توزيع التجمعات الكرية وتوزيع النجوم بأحجام مماثلة ومركز مشترك. وأدرك الفلك الأمريكي بهذا الشكل للمرة الأولى أن درب التبانة له حجم هائل، وقد أخرج بوجه خاص الشمس من القمر المركزي الذي كان هيرشل قد منحها إياه. لقد كانت الأبعاد التي توصل إليها هارلو شابلي أكبر بنحو 3 مرات، لأنه لم يكن يأخذ في الحسبان بتأثير عامل التعتيم في الوسط بين النجمي. لكن على أي حال كانت الرؤية الجديدة لدرب التبانة قد ولدت. المجرة، عنوان المجرة. المجرة هي مجموعة من نحو 200 مليار من النجوم، والأغلبية العظمى منها تشكل قرصا يبلغ قطره نحو 25 ألف فرسخ، أي ما يوازي نحو 90 ألف سنة ضوئية. وذلك القرص مسطح للغاية، بما أن سمكه ليس سوى عدة مئات فرسخ، أي نحو جزء من 100 من القطر. وفي مركز المجرة يوجد تجمع هائل من النجوم قطره 5000 فرسخ، ويدعى الانتفاخ، وفيما هائلة كرية قطرها أكبر قليلا من قطر القرص تحيط بكل شكل. وتحتوي هذه الهالة بوجه الخصوص على مجموعات النجوم الكرية التي أتاحت لهارلو شابلي تحديد حجم المجرة. ويقع الشمس على بعد 8 فراسخ فقط من المستوى المركزي للقرص، وهو ما يفسر لماذا يظهر لنا ذلك القرص على هيئة شريط ضوئي في السماء. وتقع الشمس على بعد 8500 فرسخ، أي نحو 26 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة، أي ما يوازي ثلثي المسافة من المركز إلى الحدود الخارجية. في النهاية ففي سمائنا يقع المركز المجري في كوكبة القوس. عنوان الهالة والقرص. تتباين بشدة مكونات كل من القرص والهالة في خصائصهما، فنجوم الهالة قديمة وقليلة الإضاءة ولونها ضارب إلى الحمرة، وليس بها من العناصر سوى الهيدروجين والهيليوم. فضلا عن ذلك فإن الهالة من الناحية العملية تخلو من الغاز والغبار. في المقابل فإن نجوم القرص لها نطاقات ممتدة من الإعمار وشدة الإضاءة، ونجد بها بشكل خاص تجمعات أو بي المكونة من أجرام شابة للغاية كبيرة الكتلة ومضيئة، وتنتمي للمنطقة اتش اي اي، والنجوم بها غنية بالعناصر الأثقل من الهيدروجين والهيليوم. فضلا عن ذلك يضم القرص وسطا بين نجمي غنية للغاية، يفسح المجال لاستمرار نشأة النجوم به بشكل نشط. لقد قاد الفرق الجلي بين نجوم كل من الهالة والقرص الفلكيين لتصنيفهما في مجموعتين: الجمهرة الأولى المكونة من نجوم القرص، والجمهرة الثانية التي تضم نجوم الهالة. ويرجع أصل ذلك التوزيع إلى تاريخ تشكل المجرة. ففي مستهل نشأة المجرة منذ نحو 15 مليون سنة لم تكن تلك الأخيرة سوى سحابة غازية كرية في حالة دوران، وكانت حينذاك تتكون بشكل حصري من الهيدروجين والهيليوم، وكان هما العنصرين الوحيدين الموجودين في تلك الحقبة. وتحت تأثير الجاذبية انهارت تلك السحابة على نفسها وتسطحت بفعل الدوران، وكانت النتيجة النهائية لذلك هي نشأة قرص مسطح عمودي على محور الدوران، ويضم الجانب الأكبر من كتلة المنظومة وبشكل خاص ما بها من غاز. وتعود نجوم الجمهرة الثانية لهذه المرحلة، وهو ما يفسر توزيعها الكري وغياب العناصر الأثقل من الهيليوم، فكلها قديمة
لأن خلو الهالة من الغاز لم يعد يتيح لها إنتاج النجوم التي نعرفها في أيامنا، فنحن لا نرى منها سوى النجوم التي كانت قليلة الوزن بشكل كافي لتعيش أكثر من 15 مليار عام، ومن ثم هي أيضا قليلة الإضاءة وحمراء. إن هذه النجوم توجد الآن في مدارات لا تتطابق مراكزها مع مركز المجرة ومائلة بالنسبة لمستوى القرص، وتعبر سريعا ذلك القرص كل 100 مليون سنة. وتأتي خصائص نجوم الجمهرة الأولى من واقع أن القرص هو بالعكس شديد الثراء بالغاز، حيث يتوالى تشكل النجوم به بصورة شديدة الكثافة، ولذلك نجد به نجوما من كل الأعمار، ومنها من هو في مطلع الشباب يقل عمرها عن 100 مليون سنة. ومع تتابع أجيال النجوم فإن الوسط بين النجم يزداد ثراء بالعناصر الثقيلة التي تتولد في قلب النجوم ثم تحرر، إما بواسطة الرياح النجمية أو السدم الكوكبية أو انفجارات السوبر نوفا. وهذا يفسر كيف أنه مع الوقت تصير النجوم الجديدة أكثر ثراء بالعناصر الثقيلة. ولنلاحظ أيضا أن نجوم القرص ليست في حالة سكون، لكنها تدور حول المركز المجري في مدارات دائرية. إن سرعة الشمس في مدارها على سبيل المثال هي 220 كيلومتر في الثانية، ولا يدور القرص كجسم صلب لكنه يخضع لسرعات متباينة. ولذلك فإن نجمين على مسافتين مختلفتين من المركز لا يدوران بنفس السرعة، وكلما زادت المسافة قلت سرعة الدوران. وعلى بعد 8500 فرسخ فإن نجمنا يكمل على سبيل المثال دورته المدارية في 225 مليون سنة. البنية عنوان يمنعنا الوسط بين النجم على نحو ما ذكرنا آنفا من دراسة المناطق البعيدة على مستوى المجرة، غير أن ذلك ليس صحيحا بالنسبة لكل الأطوال الموجية، لا سيما نطاقي الأشعة تحت الحمراء أو موجات الراديو. ولدراسة الهيئة الشاملة للمجرة يستخدم الفلكيون بشكل خاص أشعة الراديو عند الطول الموجي 21 سنتي، والتي تبثها سحابات الهيدروجين الذري المنتشرة في أرجاء درب التبانة كافة. لقد أظهر ذلك النوع من الدراسات أن الهيدروجين وزع بشكل غير متجانس على المستوى المجري، فهو يتركز في الواقع في عدة شرائط تدعى الأذرع الحلزونية. هذا الاسم مرتبط بطبع تلك المناطق ذات التركيز العالي، إنها تبدو ممتدة من اتجاه المركز المجري إلى الخارج ملتفة على شكل حلزوني. وقد أظهرت الدراسات حتى 21 سنتي وجود أربعة أذرع حلزونية تسمى وفقا للكوكبة التي تظهر بها القوس والسفينة كانتوروس والصليب الجنوبي ثم الدجاجة وفير ساوس، وهناك كذلك العديد من أطراف أذرع ضئيلة لا سيما الجبار التي توجد به الشمس. عنوان المركز المجري. فلنتوجه الآن بنظرنا صوب الجوف المجري، منطقة مركز المجرة بسبب الوسط بين النجمين. من المستحيل دراسة تلك المنطقة في نطاق الضوء المرئي، ويستخدم الفلكيون لهذا السبب عمليات الرصد في مجال الراديو والأشعة تحت الحمراء وأشعة إكس وجاما، وهي التي كشفت ظواهر معقدة للغاية لا زال فهمنا لها محدودا للغاية. فلنبدأ إذن بالاقتراب ببطء من المركز المجري على مسافة 3000 فرسخ. يظهر على جوانب المركز ذراعان كبيران يحتويان على عدة ملايين مثل كتلة الشمس على هيئة غاز الهيدروجين، ويبتعد هذان الذراعان اللذان كشف عنهما دراسات عند الطول الموجي 21 سنتي بشكل سريع للغاية من المركز بسرعات تصل لنحو 1000 كيلو متر في الثانية. إن ذلك الاندفاع السريع ينم عن أن حدثا عنيفا للغاية، ربما انفجار سوبرنوفا كان قد حدث على الأرجح منذ مليون عام في مركز المجرة. فلنكمل جولتنا على مسافة نحو 100 فرسخ. تظهر بنية معقدة للغاية كشفتها دراسات في نطاق الراديو والأشعة تحت الحمراء. تتكون تلك البنية من خيوط غازات متأينة عملاقة تشبه في شكلها الاندلاعات الشمسية، وهو ما يدعونا للاعتقاد بأن المجال المغناطيسي يلعب دورا هائلا في تلك المنطقة، ويدعى الجزء المركزي في هذه البنية القوس ألف.
إنه يتكون من مجموعة من ثلاثة أذرع صغيرة في شكل حلزوني لا يتجاوز حجمها الإجمالي ثلاثة فراسخ ومحاطة بحلقة غازية من الجزيئات والغبار، ويوجد في مركز القوس ألف مصدر راديوي يعد مثل مركز المجرة ويدعى أيضا القوس ألف. إن ذلك المصدر صغير للغاية ويقل حجمه عن 10 وحدات فلكية، ويدور حوله من كل جانب عدد كبير من السحب الغازية المتأينة، وتبلغ سرعتها التي تم حسابها باستخدام تأثير دوبلر عدة مئات من الكيلومترات في الثانية. ولكي تبقى أجسام بمثل تلك السرعة في مدار ما، فإن جاذبية الجسم المركزي يجب أن تكون قوية للغاية، وكتلته يمكن تقديرها بعدة ملايين المرات مثل كتلة الشمس. إن وجود مثل ذلك التركيز من الكتلة في حيز ضيق بهذا الشكل يبدو جديرا بالملاحظة. إن مثل هذه الظروف تبعث على الاعتقاد بأنه يعزي إلى وجود أحد الأجرام الأكثر إبهارا في علم الفلك الحديث، وهو ثقب أسود هائل الكتلة. غير أن هذا الافتراض موضع جدل، حيث أنه لم يتم حتى الآن رصد أي من الظواهر المصاحبة لوجود ثقب أسود. عنوان طبيعة السدم. بفضل التقدم المتواصل في أدوات رصد السماء، أدرك فلكي القرن 18 وجود أجرام ضبابية ذات طبيعة غير نجمية أطلقوا عليها اسم السدم. في هذه الحقبة قدم الفلكي الفرنسي شارل ميسييه قائمة تضم نحو 100 من تلك الأجرام، وأطلق عليها أسماء معروفة مثل M331 لمجرة أندروميدا. وفي القرن 19 قدم ويليام هيرشل وابنه قائمة بأكثر من 5000 جرم، صارت بعد ذلك الكتالوج العام الجديد الشهير وبه نفس المجرة أندروميدا باسم NGC224. ونحن نعلم حاليا أن هذه السدم ليست كلها أجراما ذات طبيعة واحدة، لكن يمكن تصنيفها في مجموعات مختلفة. فنجد بناء على ذلك التجمعات النجمية البسيطة والسحب الغازية وأيضا أجراما خارج المجرة، إنها تلك الأخيرة التي مثلت أكبر الصعوبات بالنسبة للفلكيين والتي نتطرق إليها هنا. كان الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت من أوائل من تعرفوا على الطبيعة الحقيقية لدرب التبانة، فقد طرح عام 1775 فكرة أن تلك السدم الغريبة هي تجمعات هائلة من النجوم لها طبيعة مشابهة للمجرة وموجودة على مسافات بعيدة خارج حدودها، وأطلق عليها اسم الجزر الكونية. بعد ذلك في عام 1845 بدأ لورد روس في دراسة تلك السدم بمركب حديث للغاية قطره 1.6 متر، وقد نجح حينها في أن يرصد في بعض منها بنية حلزونية الشكل وشديدة الوضوح، واستنتج من ذلك أن تلك الأجرام هي نظم نجمية متكاملة منفصلة عن درب التبانة. عنوان شابلي في مواجهة كورتيس. في بداية القرن العشرين كان مجتمع علماء الفلك منقسما لمعسكرين بين مؤيد ومعارض لأطروحة الجزر الكونية. وفي عام 1920 جرت مناظرة شهيرة في واشنطن شهدت مواجهة بين أقطاب المعسكرين. من جانب كان هارلو شابلي يطرح فكرة أن المجرة كبيرة للغاية بقطر 100,000 فرسخ، وهو ما كان يدفعه للاعتقاد بأن السدم الحلزونية هي مجرد أجرام غازية تضمها مجرتنا درب التبانة نفسها. في الواقع كانت مقاييس المسافات في تلك الفترة تؤكد أن السحب المجلانية موجودة في حدود المجرة، وبالتالي تنتمي إلى هذه السدم كذلك. ونحن نعلم اليوم أنها تبعد في الواقع بمسافة تعادل مثلي قطر المجرة، لكن بالنظر لعدم دقة قياسات تلك الحقبة فقد كان التشكك مسألة طبيعية. أما المعسكر الآخر فقد كان يقوده هايبر كورتيس، ولم يكن مقتنعا بتوصيف هارلو شابلي لدرب التبانة، وكان يشكك في منهج الكيفاويات. كان هو يعتقد أن المجرة صغيرة نسبيا ويبلغ قطرها نحو 10,000 فرسخ، وأن السدم هي مجرات أخرى موجودة بعيدا عن مجراتنا، وكان يستند بشكل خاص إلى عمليات الرصد لما كان يبدو أنه سوبر نوفا في تلك المجرات. وكانت عمليات الرصد هذه تظهر أن السدم كانت بالفعل مشكلة من نجوم، لكن أيضا أنها كانت شديدة البعد نظرا لما كان يبدو من إضاءة ظاهرية ضعيفة للانفجارات.
ولم تسفر مناظرة عام 1920 عن شيء، حيث لم يكن بوسع أي من المشاركين تقديم حجة دامغة عنوان أودين هابل. وفي عام 1917 شهد افتتاح مركب قطره 2.50 متر بمونت ويلسون بكاليفورنيا بتلك الأداة. ظل إدوين هابل يدرس سليم المرآة المسلسلة أندروميدا وبشكل خاص أجزاءه الخارجية، وقد تبين له حينها أن تلك الشرائح الفوتوغرافية تظهر آلاف النجوم الضعيفة في المواضع التي كان سلفه لا يرون فيها سوى مجرد بقع ضبابية. وانكشف السديم في النهاية عن مكوناته وانكشف عن طبيعته الحقيقية، وقد اختبر هابل عددا كبيرا من الشرائح الفوتوغرافية ولاحظ أن عدة عشرات من نجوم الكيفاويات كانت مرئية بها، الأمر الذي أتاح له إمكانية استخدام منهج هارلو شابلي، وقاس بناء على ذلك طول الدورة الترددية للإضاءة والإضاءة الظاهرية لتلك الكيفاويات، وقام بحساب الإضاءة الذاتية باستخدام طول الدورة الترددية، ثم حدد باستخدام الإضاءة الظاهرية مدى بعد تلك النجوم عنا، وخلص بحساباته في عام 1923 إلى أن مجرة أندروميدا تبعد عنا مسافة نحو 300 ألف فرسخ، أي أبعد كثيرا من حدود مجرتنا. ونحن نعلم اليوم أن المقدار الحقيقي لبعد تلك المجرة عنا هو 700 ألف فرسخ، والفرق بين الرقمين يعود لواقع أنه يوجد نوعان من الكيفاويات خصائصها مختلفة بشكل طفيف. إذن لقد كانت النتيجة التي توصل إليها هابل صحيحة على الأقل من الناحية النوعية، وقد أثبت أن السدم كانت بالفعل مجموعات متكاملة من النجوم، أي مجرات أخرى مشابهة لدرب التبانة. بهذا الشكل يتبين لنا مرة أخرى أن الكون ينكر علينا أي تميز بموقع مركزي، وإنما نحن موجودون في واحد من الكواكب حول أحد النجوم المتناثرة في مكان ما من مجرة مثل غيرها. عنوان الأنواع المختلفة من المجرات. بعد التيقن بشكل قاطع من طبيعة المجرات بوصفها كيانات خارجية، بدأ الفلكيون في دراسة خصائصها، وسرعان ما أدركوا أن المجرات تنقسم إلى أربعة أنواع بحسب شكلها ووفقا لمظهرها. ثم تم توصيف المجرات بالبيضاوية والحلزونية وعدسية الشكل وغير المنتظمة، فلنتداول الخصائص الرئيسية لتلك الأنواع الأربعة. عنوان المجرات البيضاوية. تتسم المجرات البيضاوية بشكلها البيضاوي دون وجود بنية داخلية وبلمعان شبه موحد، وقد تكون أيضا مختلفة الاستطالة، وتشهد المجرات البيضاوية نشاطا داخليا عنيفا، فالنجوم تذهب وتأتي بها في كل الاتجاهات بشكل عشوائي، وهو ما يدلل على إمكان وجود المجرة ووقائها. ففي الواقع لو لم تكن النجوم في حالة حركة لكان قد انتهى بها الأمر بأن تسقط نحو مركز المجرة وتتبعها المجرة كلها تحت تأثير جاذبيتها الخاصة، لكن بفضل حركتها فإن النجوم تتعرض لقوة طرد مركزي تمنعها من السقوط نحو المركز. وتتكون المجرات البيضاوية بشكل أساسي من نجوم قديمة وحمراء، وتنعدم بها بشكل أو بآخر الأجرام الشابة وكبيرة الكتلة. فضلا عن ذلك فإنها لا تضم سوى كمية محدودة للغاية من الغاز والغبار، ومن ثم يكاد الوسط بين النجم يكون غير موجود بها. إن هاتين الحقيقتين مرتبطتان، بما أن الغاز هو المقاوم الضروري لتشكل النجوم، وإذا غاب فلا يمكن لأي نجم جديد أن يتكون، ومن هنا جاء غياب الأجرام الشابة. وقد تشكلت كل النجوم الموجودة في حقب قديمة حيث كان الغاز بين النجم ما زال موجودا، إنها بالضرورة أجرام لها دورة حياة طويلة للغاية، وبالتالي فإنها تكون قليلة الكتلة وحمراء. عنوان المجرات الحلزونية. وتتسم المجرات الحلزونية بأنها أكثر تعقيدا، إنها تتكون أساسا من عنصرين نواة كورية محاطة بقرص من المادة يظهر به التكوين الحلزوني، وهناك أيضا اختلافات بينة من نواة عملاقة محاطة بأذرع حلزونية صغيرة إلى نواة شديدة الصغر بأذرع شديدة الطول. وتنقسم هذه الفئة من المجرات بعد ذلك لمجموعتين، المجرات الحلزونية الاعتيادية التي تخرج أذرعها بشكل مباشر من النواة، والمجرات الحلزونية القضيبية
التي يظهر بها قضيب مركزي كبير أطرافه هي نقطة انطلاق الأذرع. وبالنسبة للمجرات الحلزونية فإن النشاط الداخلي ليس هو الذي يمنع الانهيار الجذبوي، وإنما دوران المجرة هو الذي يمنعه. فكل نجم يدور في دائرة حول النواة، وتلك الدائرة الحركة المدارية هي التي تولد قوة طرد مركزي. والدوران الشامل للمجرة هو كذلك سبب تسطح مجمل المجرة وتكون القرصة بها. على عكس المجرات البيضاوية فإن المجرات الحلزونية تتضمن نجوما من كل الأعمار والكتل مع كمية كبيرة من الغاز والغبار. هنا أيضا السمتان مرتبطتان بما أن الوسط بين النجم الغني، يعني أن هناك أيضا من المادة ما يكفي لتشكيل عدد كبير من النجوم الجديدة، وهذا يفسر وجود أجرام شابة وكبيرة الكتلة. بيدي أن ذلك لا ينسحب على المجرة بوجه عام، لأن الأذرع الحلزونية في الحقيقة هي التي تكون غنية بالمادة بين النجمية وبالنجوم كبيرة الكتلة والإضاءة. لذلك السبب تبدو الأذرع أكثر لمعانا وتنفصل عن باقي المجرة لتمنحها طابعها الحلزوني المميز. عنوان المجرات عدسية الشكل. توجد بين المجرات الحلزونية والمجرات البيضاوية حالة وسيطة، هي حالة المجرات عدسية الشكل. إنها تشبه الحلزونية في أن لها نواة كبيرة وقرصا مركزيا، لكنها تشبه البيضاوية في كونها عديمة الأذرع الحلزونية وتمتلك وسطا بين نجمي فقيرا نسبيا. عنوان المجرات غير المنتظمة. هناك في النهاية فئة أخيرة هي المجرات غير المنتظمة، وهي تشكل كل أصناف المجرات غير المنتمية للمجموعات الثلاث السابقة. وهذه المجرات لها سمات متنوعة في معظم الأحوال، كما أنها تكون غنية للغاية بالغاز والغبار، ويمكن تصنيفها لمجموعتين. أولا المجرات التي تتسم بطابع غير منتظم، لكن توزيع المادة بها يكون شديد الانتظام. إنها على سبيل المثال حالة السحب المجلانية، وينظر لها اليوم على أنها مجرات حلزونية لم تنجح في إنهاء تشكلها. النوع الثاني هو المجرات غير المنتظمة بحق، سواء من حيث المنظر أو من ناحية توزيع المادة، وقد يعزي عدم الانتظام إلى أسباب عديدة، مثل وجود نشاط قوي في النواة أو التعرض في الماضي للاصطدام بمجرة أخرى. عنوان الأذرع الحلزونية. وقد تكون المجرات الحلزونية من بين كل الأنواع هي الأكثر روعة، ويبقى أصل التكوين الحلزوني حتى يومنا موضعا لدراسة موسعة. وكانت المحاولة الأولى لتفسيره تعزي الشكل الحلزوني إلى تباين سرعات الدوران للمجرة، فالأجزاء الداخلية تدور بشكل أسرع من الأجزاء الخارجية، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى نشأة البنية الحلزونية مع الوقت. لكن لو كانت تلك الفرضية صحيحة لانتهى الأمر بالأذرع إلى الالتفاف على نفسها وتمددها، ولكن من شأنها بالتالي أن تملأ المجرة كلها في زمن يقدر بنحو مليار عام، وهو ما لا يتوافق مع نتائج عمليات الرصد الحالية. ومنذ ذلك الوقت ظهرت نظريات أخرى. الأولى هي نظرية موجات الكثافة التي طرحها بيرتل ليند بلاد. نحن نعلم أن الموجة الصوتية تنتج عن تغيرات دورية لضغط الغاز، وبالمثل تتمثل موجات الكثافة التي في تغيرات لكثافة المادة. ومن منطلق هذه الرؤية فإن الأذرع الحلزونية ليست مرتبطة بنجوم بعينها، وإنما هي مناطق تتركز فيها المادة بشكل مؤقت. وبهذا الشكل يمكن للأذرع أن تنتقل على هيئة كتلة بشكل مستقل عن المادة، وهو ما يفسر عدم تغير شكلها مع الزمن. وبما أن كثافة المادة مرتفعة في الأذرع فإن الغاز يكون مضغوطا بها، وهو ما يؤدي لانهيار سحب الجزيئات ونشأة نجوم كبيرة الكتلة ولامعة. وبالعكس فإن المناطق الموجودة بين الأذرع تكون ذات كثافة منخفضة وبلا نجوم كبيرة الكتلة، وتكون رؤيتها أصعب بكثير. وإذا كانت هذه النظرية تفسر وجود الأذرع الحلزونية فإنها تصطدم بصعوبتين. فهي أولا لا تتضمن تفسيرا للظاهرة التي تولد موجات الكثافة، ثم إنها لا تفسر كيف تبقى موجات الكثافة بدلا من أن يكون هناك اتجاه لتشتتها على مدى عدة ملايين من السنوات.
وسمة نظرية ثابتة هي نظرية الانتشار الذاتي لعملية تشكل النجوم. فمن شأن النجوم الكبيرة أن تنهي وجودها بانفجارات هائلة قد تؤدي لانهيار سحب الجزيئات، وبالتالي لنشأة نجوم جديدة كبيرة الكتلة. ولو أن الجيل الأول من النجوم كان مصطفى بطول الذراع الحلزوني لصارت السحب الجزيئية المنهارة والنجوم الجديدة الوليدة. أو نجوم الجيل الثاني بمعنى آخر، مصطفى هي الأخرى مثل سابقتها بطول الذراع الحلزوني. بعد ذلك تنفجر تلك الأخيرة بدورها لتولد جيلا ثالثا أيضا في نفس الذراع. بهذا الشكل يبقى الشكل الحلزوني للذراع مع أجيال متعاقبة من النجوم، غير أن هذا المنطق لا يفسر المصدر الأول للشكل الحلزوني الأول، لكن ذلك ليس مشكلة كبيرة. ففي الواقع من الوارد أن يكون الجيل الأول من النجوم قد نشأ نتيجة اصطدام عشوائي بين سحب الجزيئات، وأن يكون الشكل الحلزوني قد نشأ نتيجة دوران المجرة بسرعات متباينة. أي النظريتين هو الأقرب إلى الصحة؟ في الواقع يبدو أن الآليتين موجودتان وأنهما تؤديان لنشأة أنواع مختلفة من المجرات الحلزونية، وقد تكون موجات الكثافة طرفا في العملية بالنسبة للمجرات التي تمتلك أذرعا حلزونية رفيعة واضحة ومحددة بشكل جلي. إنها بوجه خاص حالة المجرات الحلزونية التي تمتلك قضيبا مركزيا يتيح حدوث مثل هذه الظاهرة، أو حالة المجرات التي تعرضت لتفاعلات جاذبوية مع مجرات أخرى. في المقابل قد يكون الانتشار الذاتي لعملية تكون النجوم بالأحرى هو المنبع بالنسبة للمجرات التي تضم أذرعا حلزونية غير مكتملة أو سميكة أو غير محددة. عنوان: المجرات المتقزمة والمجرات المتعملقة. إن التصنيف العام للمجرات وفقا لشكلها معروف تحت اسم تصنيف هابل، لكن ثمة تصنيف آخر للمجرات يمكن أن يتم وفقا لكتلتها. لقد اعتقد الفلكيون لوقت طويل أن التباين في الكتل المجرية محدود، لأن كل المجرات المرصودة كانت تبدو ذات كتل متقاربة. على سبيل المثال، فإن كتلة مجراتنا تعادل 200 مليار مثل كتلة الشمس، ومجرة أندروميدا 300 مليار، في حين أن المجرات الحلزونية الأصغر أو المجرات غير المنتظمة تعادل 10 مليارات مثل كتلة الشمس. في الواقع مجال تباين الكتل المجرية أوسع من ذلك بكثير، لكن كان من الصعب تبين ذلك. ففي الحقيقة وحتى وقت قريب كانت مراقبنا عاجزة عن رصد المجرات الأصغر وحتى القريب منها، لأن إضاءتها ضعيفة للغاية، وكانت عاجزة كذلك عن رصد المجرات الأكبر لأنها شديدة البعد، وبالتالي فإن إضاءتها أيضا ضعيفة. ومع تحسن وسائل الرصد كشف الفلكيون في النهاية مجرات جديدة كانت بعيدة تماما عن أن تكتشف، الأمر الذي أدى إلى اتساع مجال تباين الكتل بشكل كبير. ونحن نعلم اليوم أنه توجد أجرام كتلتها صغيرة للغاية، وهي المجرات البيضاوية المتقزمة والتي لا تتجاوز كتلتها مليون مثل كتلة الشمس، وأيضا ثمة أحجام مفزعة وهي المجرات البيضاوية المتعملقة والتي قد تصل لعشرة مليارات مثل كتلة الشمس. وتقترب المجرات البيضاوية المتقزمة بكتلتها المعادلة لمليون مثل كتلة الشمس من كتلة التجمعات النجمية القرية أو تزيد قليلا. إنها تتكون من عدد محدود من النجوم، وهو ما يجعلها عمليا شفافة، وبالتالي فإنها تكون صعبة الاكتشاف، وبعضها ليس مرئيا على الشرائح الفوتوغرافية ولا يظهر إلا بشكل غير مباشر عن طريق قياسات تذبذب كثافة النجوم في السماء. لقد كان لتلك المشكلة في الرصد نتيجة مهمة، وهي أننا نعجز عن رصد المجرات المتقزمة إلا في حالة وجودها إلى جوارنا مباشرة. إننا لا نعرف إذن إلا خصائص للنماذج القريبة، ويشكل ذلك بطبيعة الحال عقبات حين يتعلق الأمر بالسعي إلى معرفة بعض الخصائص مثل مدى وفرة المجرات المتقزمة بالكون ونسبتها في كتلة. ولكن بالنظر إلى ضآلة كتلتها لابد أن تكون هناك كميات ضخمة من المجرات المتقزمة، وهو ما لا يبدو ممكنا لكي تكون لهذه المجرات نسبة تذكر من كتلة الكون. عنوان: المجرات البيضاوية المتعملقة. في الطرف الآخر من نطاق تباين الكتل المجرية نجد المجرات البيضاوية المتعملقة التي قد تصل لعشرة مليارات مثل كتلة الشمس.
وتتسم بالتالي بأنها تكون شديدة الإضاءة. إن هذه المجرات نادرة للغاية ولا توجد إلا في قلب بعض التجمعات المجرية، حيث تكون محاطة بعديد من المجرات ذات الكتلة الأكثر اعتدالا، وتفقد هذه الأخيرة في كل مرور لها قرب مركز التجمع شيئا من المادة ليضاف إلى المجرة المتعملقة، حتى يصل بها الأمر في نهاية المطاف لكتلة تتجاوز الخيال. يتسع إذا نطاق تباين كتلة المجرات البيضاوية ليتراوح بين 1,000,000,000 و10,000,000,000,000 مثل كتلة الشمس. أما بالنسبة للأنواع الأخرى في المقابل، فإن التنوع يبدو محدودا، وتظهر عمليات الرصد أن المجرات الحلزونية تبقى محصورة في نطاق محدود للغاية بين 1,500,000,000,000 مثل كتلة الشمس. وتتسم المجرات غير المنتظمة بكتلة أقل في المتوسط، تتراوح بين 100,000,000,000 بالنسبة للمجرات غير المنتظمة المتقزمة، و50,000,000,000 مثل كتلة الشمس. عنوان المجرات ذات النواة النشطة. هناك العديد من المجرات التي تبتعد في مسلكها عن المجرات المعتادة. تتميز تلك المجرات بوجود منطقة متناهية الصغر في مركزها تدعى النواة، تنتج بداخلها كمية كبيرة من الطاقة عبر عمليات غير نووية. تعرف تلك الفئات باسم المجرات ذات النواة النشطة، أو باختصار المجرات النشطة، ويمكن تصنيفها لأربع فئات رئيسية: مجرات سيفرت، والمجرات الراديوية، والبلازارات، والكوازارات. وسوف نستعرض تلك الأنواع الأربعة، ثم نرى كيف نجح الفيزيائيون الفلكيون في فهمها عن طريق نموذج موحد يستند لوجود ثقب أسود فائق الكتلة. عنوان مجرات سيفرت. منذ بداية دراسة المجرات تم اكتشاف أجرام ذات أشكال غير اعتيادية. ففي عام 1943 على سبيل المثال، قدم كارل سيفرت كتالوج للمجرات التي كان لها مظهر حلزوني اعتيادي، لكن كان في مركزها منطقة شديدة التألق لدرجة أن ضوئها كان يمكن أن يطغي على ضوء المجرة كلها. منذ تلك الحقبة تم اكتشاف عدة مئات من المجرات من ذلك النوع، وتظهر صور تلك المجرات بالفعل أن الإضاءة المركزية تأتي من منطقة صغيرة نسبيا، لكن تحليل تغيرات اللمعان يذهب لأبعد من ذلك، ويبرهن على أن النواة لابد أن تكون فعليا متناهية الصغر. في الواقع أحد خصائص تلك المجرات هو التذبذب الكبير في لمعان أجزائها المركزية، حيث يتغير ذلك اللمعان بشكل دوري مدة الدورة نحو عدة أشهر، وهو ما يشكل معلومة مهمة جدا عن حجم المصدر. ففي الحقيقة، ولكي تكون التغيرات مرئية بوضوح، ينبغي أن تشمل الجرم بأكمله. ينبغي إذن أن يكون هناك بالجرم تبادل للمعلومات بين مختلف نقاط النواة. من هذا المنطلق، وبما أن عملية اتصال تتم على الأرجح بسرعة الضوء، فمن المستبعد أن يكون حجم الجرم أكبر من المسافة التي يقطعها الضوء في عدة شهور. وبناء على ذلك، فإن حجم النواة لن يزيد على كسر من السنة الضوئية، وهو مقدار متناهي الصغر بالنسبة لحجم مجرة ما. وأحد المؤشرات المتعلقة ببنية مجرات سيفرت والتي أفادت في تجهيز نموذج عام، هو وجود فئتين مختلفتين من حيث شدة إضاءة النواة الناشطة وطابع طيف ضوء المجرة. هاتان الفئتان هما مجرات سيفرت واحد، وتتسم بنواة شديدة الإضاءة ويحتوي طيفها على شرائح عريضة وأخرى رفيعة في آن واحد، ومجرات سيفرت اثنين ولها إضاءة مركزية أقل شدة ولا يتضمن تحليلها الطيف إلى شرائح رفيعة. وسوف نرى لاحقا أن ذلك الاختلاف مرتبط بشكل مباشر بالتكوين المركزي لتلك المجرات. عنوان المجرات الراديوية. تعد المجرات الراديوية فئة ثانية من المجرات النشطة، ولكنها مختلفة قليلا، لأنه في هذه الحالة لا تكون النواة المركزية مرئية بشكل خاص. إن تلك المجرات بيضاوية الشكل دوما، وغالبا ما تكون في قلب التجمع المجري، وهي تتسم بإشعاع هائل في نطاق الراديو أكثر 10,000 مرة من المجرات الاعتيادية. ولقد أظهر تحليل الانبعاث الراديوي أن الأمر كان يتعلق بإشعاع سينكروترون نتيجة إلكترونات مشحونة بطاقة هائلة تتحرك في مجال مغناطيسي بالغ القوة. وكشف علماء الفلك الراديوي أن ذلك الإشعاع ينبعث من منطقتين عملاقتين اسمهما الفصان الراديويان،
وهما موجودان في على طرفي مستوى المجرة، الأمر الذي يعني أن مصدر الإشعاع الراديوي ثنائي البنية، ويتسم هذان الفصان بصفة عامة بأنهما أكبر 10 مرات من المجرة نفسها، ويمكن أحيانا أن يصل حجمهما إلى أكثر من عدة ميجا فرسخ. ويبدأ كل من الفصين دوما بأنه مرتبط بنواة المجرة بخيوط ضوئية أو انبعاثات من المادة. تلك الانبعاثات العمودية على المستوى المجري تكون مرتبطة بالإلكترونات التي تنبعث من النواة وتؤدي إلى نشأة الفصوص الراديوية. عنوان البلازارات: الفئة الثالثة من المجرات النشطة هي البلازارات أو أجرام بي إل لك كيرتا. إن تلك الأجرام تبدو محددة الشكل وذات لمعان مبهر وشديدة التغير، حيث قد تتغير شدة إضاءتها بنسب تصل إلى 100 مرة في فترات قصيرة للغاية لا تزيد على عدة أسابيع. وقد أظهرت الدراسة المفصلة للبلازارات في نطاق الراديو أن هذه الأجرام الغريبة هي على الأرجح حالة خاصة من المجرات الراديوية، ويعزي طابعها الخاص ببساطة إلى واقع أن الأرض موجودة تماما على محور الانبعاث الراديوي وفصوص الراديو، ويؤكد صحة ذلك التفسير رصد انبعاثات تبدو منطلقة بسرعة أكبر من سرعة الضوء، إن ذلك الخداع البصري مرتبط بنظرية النسبية، ولا يتأتى إلا إذا كانت حركة المادة المنطلقة تجري بامتداد خط بصرنا، وتم التأكد من الصلة بين البلازارات والمجرات الراديوية عن طريق عمليات رصد عالية النقاء. وأظهرت أن البلازارات موجودة في مركز المجرات البيضاوية على غرار حالة المجرات الراديوية. عنوان الكوازارات: في بداية الستينات اكتشف الفلكيون المتخصصون في الأجرام السماوية التي تبعث موجات الراديو مصادر راديوية قوية للغاية، بدت خصائصها شديدة الغرابة، وبالبحث عن شيء مرئي يمكن أن يجسد تلك المصادر الراديوية تبين لهم أنها أجرام صغيرة للغاية، وهو ما يوحي بأنها ببساطة قد تكون نجوما، غير أن النجوم لا تبث بوجه عام موجات راديو، ولا بد إذن أن تكون هذه الأجرام ذات طبيعة مختلفة. وفي انتظار أن تتهيأ الظروف لفهم طبيعتها أطلق الفلكيون عليها اسم الكوازارات، وهي اختصار لكلمة المصادر شبه النجمية. وكانت هناك مفاجأة أكبر تنتظر الفلكيين الذين أجروا أول عمليات التحليل الطيفي لتلك الأجرام. في الواقع كانت طيفها يضم شرائح إشعاعية شديدة النقاء لا تنتمي لأي عنصر كيميائي معروف، الأمر الذي بعث مزيدا من الشك بشأن احتمالات أن تكون تلك الأجرام ذات طبيعة نجمية. وجاء تفسير ذلك الغموض في عام 1963 عن طريق الهولندي مارتن سميث الذي فهم طبيعة تلك الإشعاعات بدراسة الكوازار 3C273. كان الكوازار وفقا لتصوره جرما شديد البعد، ولذلك كان طيفه مزاحا بشدة نحو الأحمر، وكانت شرائح الطيف اللامعة تجسد إشعاعات هيدروجين اعتيادية، والتي عادة ما تظهر في نطاق الأشعة فوق البنفسجية، لكنها في هذه الحالة فحسب مزاحة نحو الجزء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي. الكوازارات إذن هي الأجرام الأكثر بعدا والأكثر شبابا في الكون المعروف حتى اليوم، وكانت الكوازارات الأولى التي تم رصدها تبدي إزاحة نسبية نحو الإحمرار بمقدار 1/10، لكن مع الوقت اكتشف العلماء ما هو أكثر بعدا، والرقم القياسي الحالي هو كوازار تبلغ إزاحته 5.8، ويوجد على بعد نحو 13 مليار سنة ضوئية، وقد ارتفع عدد الكوازارات المسجلة حتى الآن لأكثر من 20,000 كوازار. عنوان الخصائص: وإذا كانت الكوازارات رغم بعدها تبدو مصدرا لانبعاثات قوية، فإن ذلك يعني أمرا واحدا، هو أن إضاءتها الذاتية لابد أن تكون خارقة. وبمعرفة اللمعان الظاهري ومدى بعدها الذي يمكن تبينه من الإزاحة الحمراء، فإنه من السهل حساب إضاءتها الذاتية. يبدو إذن أن الكوازار ينتج كمية خيالية من الطاقة، ويلمع مثل نحو 1000 من المجرات الاعتيادية. الخاصية الثانية للكوازارات هي نطاق تباينها الشاسع. في الواقع فإن إضاءتها يمكن أن تتغير بوضوح خلال فترة تقل حتى عن مدة اليوم، بل قد تصل إلى بضع ساعات، وتماما مثل حالة مجرات سيفرت
تضم هذه الخاصية عن مدى ضئالة حجم المنطقة المركزية التي ينبعث منها الإشعاع. فبالنسبة للكوازارات لابد أن تكون تلك المنطقة أصغر منها في حالة مجرات صفرت، وتساوي بالكاد بضع عشرات أمثال حجم المجموعة الشمسية. وفي سياق محاولة فهم طبيعة المجرات النشطة، فلنذكر كذلك خاصيتين أخريين. أولا، واقع أنه يوجد نوعان من الكوازارات، وجه الاختلاف بينهما هو نشاطهما في نطاق الراديو. في هذا الإطار يمكن القول بأن 90% من الكوازارات لا يبث أي إشعاع في ذلك النطاق مثل مجرات سيفرت، في حين أن 10% منها يظل مصدرا قويا لانبعاث الراديو مثل المجرات الراديوية. الخاصية الثانية هي الطبيعة غير الحرارية للإشعاع، فدور الكوازار لا يتبع قانونا بلانك، لا يتبع قانونا بلانك بالنسبة للأجرام السوداء، وهو ما يعد دليلا إضافيا لاستبعاد الإشعاع النجمي كمصدر محتمل للطاقة فيها. عنوان النموذج الموحد للمجرات النشطة. إن الكشف عن المجرات النشطة والكوازارات وضع الفيزيائيين الفلكيين في مأزق، حيث كان عليهم لفهم مختلف أنواع المجرات النشطة أن يتخيلوا مصدرا للطاقة بوسعه توليد قدر من الطاقة بمثل قوة آلاف المجرات، وأن يكون يشغل حيزا في الفضاء يزيد بالكاد على حجم المجموعة الشمسية. عنوان الثقوب السوداء فائقة الكتلة. طرحت فكرتان لكن سرعان ما تم استبعادهما. الفكرة الأولى تفسير الظاهرة بارتطام مجرات لكن دون تولد قدر كاف من الطاقة، والفكرة الثانية بانفجارات متسلسلة للسوبر نوفا ولدت كميات لا يمكن تخيلها من الطاقة. ثم حسم الأمر البريطاني دونالد لايندن بيل في عام 1968، وطرح الفكرة التي أسست التفسير الحديث وفقا له، فإن مصدر طاقة المجرات النشطة قد يكون ثقبا أسودا فائق الكتلة. نسخه أكبر كتلة من الثقوب السوداء التي تنتج عن موت النجوم. وبدلا من أن تكون أكبر بالكاد من عدة أمثال كتلة الشمس، فإن الثقوب السوداء فائقة الكتلة تكون لها بين مليون ومليار مثل كتلة الشمس، ولها حجم يبلغ عدة وحدات فلكية. وبما أنه لا يوجد نجم بمثل هذه الكتلة، فإن مثل هذه الثقوب السوداء لا يمكن أن تكون بشكل مباشر ثمرة انهيار نجمي. في الحقيقة آلية تشكلها ليست واضحة بعد، قد يتعلق الأمر بنجم كبير الكتلة ينهار ويسفر عن مولد ثقب أسود يكبر شيئا فشيئا ويتغذى بنجوم أخرى أو بسحابة غازية عملاقة تنهار تحت تأثير جاذبيتها الخاصة. لكن أيما كان مصدر تلك الأجرام، فإن وجودها في الأحوال كافة مسألة طبيعية تماما، ونظرية النسبية العامة واضحة في تلك المسألة. إذا حدث أن تركز مليار مثل كتلة الشمس في منطقة بحجم المجموعة الشمسية، فإن الوضع سيشبه حالة بقايا النجوم كبيرة الكتلة، حيث سيتعرض المكان والزمان لمقدار فائق من الإعوجاج بحيث لا يصبح حتى بوسع ضوء الإفلات منها. إن السيناريو السابق هو واقعي بقدر ما، تكون كثافة المادة المنتقلة ضعيفة، ففي الواقع المعامل الحرج الفيصل في تشكل ثقب أسود ليس الكثافة بين قوسين أي كمية المادة في حجم محدد، ولكن بالأحرى مدى انضغاطها بين قوسين أي العلاقة بين الكتلة وحجم الجرم. بناء على ذلك، فإن الثقب الأسود الناجم عن بقايا نجم يقتضي وجود كثافة هائلة، في حين أن الثقب الأسود فائق الكتلة يمكنه التشكل في منطقة قليلة الكثافة. يكفي في الواقع وجود كثافة أقل من كثافة الماء، وهو أمر غير مستبعد إذا حدث أن تجمع عدد كافي من النجوم في حيز محدود. عنوان المادة المحيطة. بلا شك إضاءة النواة النشطة لا تنبعث من الثقب الأسود الهائل نفسه، إنها ناجمة عن تأثير الأخير على المادة المحيطة التي تنشأ منها في الأصل. في الواقع في نموذج المجرات الناشطة يكون الثقب الأسود محاطا بقرص متضخم يبلغ حجمه نحو 100 وحدة فلكية،
وسمت ظواهر لزجة تعمل على إسقاط مادة الكورس تدريجيا في الثقب الأسود. خلال هذه العملية يحول الغاز طاقته الجاذبية إلى طاقة حرارية، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في حرارة الكورس. لهذا السبب يواصل ذلك الأخير بث إشعاع حراري متواصل شديد القوة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية وأشعة إكس تماثل هذه العملية. من حيث المبدأ، ما يحدث عند انهيار سحابة الجزيئات التي ترتفع درجة حرارتها وهي تنكمش، ويبدو أن هذه الطريقة لإنتاج الطاقة تفوق كثيرا في فعاليتها التفاعلات النووية التي تغذي النجوم، ولعل ذلك هو السبب الذي يجعل النوويات الناشطة تبدو تضوي مثل عدة مجرات. الكورس المتضخم محاط بمنطقة توجد بداخلها العديد من السحب الغازية، وتلك الأخيرة هي المسؤولة عن بعض خطوط الانبعاثات الإشعاعية التي تظهر في تيف المجرات الناشطة، وتدور تلك السحب في مدار حول المركز بسرعة شديدة، وتتعرض خطوط الإشعاعات بسبب تأثير دوبلر لإزاحة ترتهن بسرعتها. وعند تحليل الضوء الخاص بمجموعة السحب، فإن الطيف الشامل يتألف من انطباق عدد كبير من الخطوط الرفيعة المزاحة بعضها عن بعض، ويؤدي هذا الانطباق إلى اتساع الخطوط الإشعاعية فتظهر على هيئة شرائح في الطيف الشامل. إنها تلك الإشعاعات العريضة التي نرصدها في مجرات سيفرت من النوع الأول، ثمة حزام سميك من الغاز والغبار بقطر يقدر بنحو 10,000 وحدة فلكية، أي بضعة أعشار الفرسخ، يحيط بمناطق السحب السريعة، ولكنه موجود في المستوى المحدد بالكورس المتضخم. إن ذلك الحزام غير منفذ للضوء المرئي أو الأشعة فوق البنفسجية، وهو يمنع إشعاع الكورس المتضخم وإشعاعات السحب السريعة من الانتشار في مستوى المنظومة. إن هذا الحزام المعتم الذي يفسر باحتجاز الضوء في بعض الاتجاهات هو السبب وراء نشأة مختلف أنواع المجرات الناشطة، ولا تتأثر المناطق الموجودة في اتجاهات عمودية على الكورس بوجود هذا الحزام وهي عامرة بسحب الغاز التي تدور حول الثقب الأسود على مسافة في حدود 100 فرسخ، ولذلك تتباعد تلك السحب بشكل بطيء نسبيا، ويكون تأثير دوبلر ضعيفا، ومن ثم تبقى انبعاثاته الإشعاعية رفيعة. وفي نفس تلك المناطق تنطلق دفقات للمادة، وتتكون هذه الدفقات من جسيمات مشحونة بشدة بالطاقة تنبعث من مناطق قريبة من الثقب الأسود، وتفلت وتنطلق بامتداد محور دوران المنظومة. وتؤدي هذه الظروف بعد ذلك إلى تولد دفقات رفيعة للغاية قد تمتد لأطوال فائقة تصل أحيانا حتى ميجا فرسخ. إن تلك الجسيمات شديدة الطاقة هي مصدر الإشعاع السينكروتروني الراديوي ببعض المجرات الناشطة. عنوان تبعات النموذج الموحد. ها هي الأمور بالنسبة لبنية نواة المجرات الناشطة في النموذج الموحد. كيف تفسر هذه البنية مختلف الأنواع المرصودة؟ الأمر يتعلق ببساطة بإحدى تبعات وجود حزام معتم حول الثقب الأسود فائق الكتلة وموقع الأرض بالنسبة لذلك الحزام. عندما يكون مراقب على الأرض موجودا في مستوى حزام الغاز والغبار، لن يكون بوسعه رؤية إشعاع الأجزاء المركزية. إن النواة إذن تكون غير مرئية، وتظهر فقط انبعاثات الجزيئات المشحونة بالطاقة والانبعاث السينكروتوني المصاحب لها، فيرى الراصد مجرة راديوية. وبالعكس، لو كان الراصد موجودا في اتجاه محور الدوران لرأى مصدرا شبه محدد ودفقات للمادة موازية لخط الرؤية، أي سيرى بلازارا. أما في الحالة الوسطى فيمكن للمراقب أن يرى في آن واحد الجزء المركزي والدفقات، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بكوازر أو مجرة سيفرت. والاختلاف بين هذين النوعين هو مسألة مقدار القوة. فمجرات سيفرت هي على الأرجح نسخ متواضعة من الكوازارات، حيث أن إنتاجها من الطاقة يقل 100 مرة عن حالة الكوازارات. ويفسر النموذج الموحد كذلك وجه التباين بين نوعي مجرات سيفرت. فبالنسبة للنوع الأول، تقع الأرض قرب الاتجاه العمودي على مستوى المنظومة، وهو ما يتيح رؤية النواة وكل السحب المحيطة بها بشكل مباشر. أما بالنسبة للنوع الثاني
فإن الأرض تقع قرب مستوى المجرة، فلا يكون بوسعنا سوى رصد السحب البطيئة في خارج الحزام. إن الفرق بين ضوء النواة يأتي إذن ببساطة من واقع أن تلك الأخيرة تكون إما مرئية أو متوارية. وفيما يخص طابع الطيف، فمن السهل كذلك تفسير الأمور بالنسبة للمجرات من النوع الأول. نحن نرى كل السحب السريعة والبطيئة، وبالتالي نرى في آن واحد إشعاعات رفيعة وأخرى عريضة. وفي المقابل بالنسبة للنوع الثاني، لا يكون بوسعنا أن نرصد سوى السحب الخارجية التي تدور ببطء والتي تكون خطوطها أرفع في التحليل الطيفي. ومن النقاط التي لا تزال بحاجة للتفسير هي: لماذا تصدر بعض المجرات الناشطة إشعاعات في نطاق الراديو دون البعض الآخر؟ ما العملية التي تمنع أحيانا الإلكترونات من بث إشعاع سينكروتروني؟ لقد أظهرت عمليات الرصد أن البث الراديوي مرهون بنوع المجرات. توجد مصادر الراديو في المجرات البيضاوية في حين أن الأخرى تتمركز في المجرات الحلزونية، لكن الطبيعة الفيزيائية لهذا الربط لا زالت غامضة. فضلا عن ذلك، فإن تأثير العوامل الأخرى مثل خصائص الثقب الأسود المركزي أو احتمالات التفاعل مع مجرات أخرى لا زال قيد دراسة عميقة. الأدلة الرصدية. عنوان: إن عمليات رصد مصادر أشعة إكس قد نقلت الثقوب السوداء النابعة من انهيار النجوم من المجال النظري لمجال الحقيقة. لكن ماذا عن الثقوب السوداء فائقة الكتلة؟ هل ثمة دلائل رصدية على وجودها وعلى غرار حالة بقايا النجوم؟ فلا شك أن العثور على دليل قاطع هو أمر مستحيل بسبب طبيعة الثقوب السوداء ذاتها. ومع ذلك يحاول الفلكيون الحصول على دليل غير مباشر بالسعي إلى اكتشاف تأثير الثقب الأسود فائق الكتلة على البيئة المحيطة به. لقد تمت المحاولات الأولى الناجحة في هذا الاتجاه في بداية التسعينات، وأظهرت صور المناطق المركزية لبعض المجرات، لا سيما مجرة أندروميديا، أن عدد النجوم يزداد بشدة كلما اقتربنا من المركز. وكان تفسير ذلك بإرجاعه إلى وجود جرم شديد الاندماج تشد جاذبيته النجوم وتعمل على تكثيفها. وكانت عمليات الرصد هذه هي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، لكنها لم تكن كافية لتعزيز هذا التفسير ليكون مقنعا بشكل كامل. عنوان: تأكيد وجود الثقوب السوداء فائقة الحجم. ولقد جاءت الطفرة الحقيقية في عام 1994 بفضل المركب الفضائي هابل. كان الفلكيون في هذا المرصد يدرسون المجرة M87، وهي مجرة بيضاوية عملاقة موجودة على بعد 15 ميجا فرسخ، ومعروفة منذ وقت بعيد بامتلاكها نواة نشطة ودفقات ضوئية. وبفضل دقته العالية، أي قدرته على رصد تفاصيل شديدة الدقة، فإن المركب الفضائي استطاع رصد قرص الغاز المحيط بالثقب الأسود المركزي. وبالاستناد للتحليل الطيفي وتأثير دوبلر، نجح المركب كذلك في تأكيد مسألة دوران القرص، بل وكشفت عمليات الرصد أن سرعة دوران القرص كانت تزداد بشكل منتظم كلما اقتربت المسافة إلى المركز، وتبلغ قيمة 550 كيلومتر في الثانية عند 20 فرسخا من المركز. انطلاقا من هذه النتيجة، كان من الممكن تحديد كتلة الجسم المركزي في الواقع. كلما زادت السرعة، كان لابد أن تزداد شدة الجاذبية وكتلة الجرم المركزي ليتسنى معادلة تأثير قوة الطرد المركزي. وأظهر تطبيق ذلك المنهج أن الجسم المركزي لابد أن يكون بنحو 2.4 مليار مثل كتلة الشمس. وفي الوقت نفسه، أظهرت عمليات الرصد أن هذه الكتلة الهائلة لابد أن تكون متركزة في حيز قليل إلى أقصى حد، كأن يماثل حجم المجموعة الشمسية. لقد كان من الواضح فضلا عن ذلك أن عدد النجوم المرصودة في المنطقة كان أقل بكثير من أن يكون سبب هذه الكتلة. لابد إذن أنه كان هناك في مركز M87 جسم صغير للغاية فائق الكتلة إلى أقصى حد وغير نجمي. كان الأمر يتعلق بالتحديد بالخصائص التي يمكن أن نتوقعها في حالة وجود ثقب أسود فائق الكتلة. ومن ثم كانت عمليات الرصد المذكورة تمثل حجة قوية لصالح وجود تلك الأجرام. من المؤكد أنها لم تكن تمثل دليلا حقا، بما أن الجسم المركزي كان عاصيا على الرصد. لكن بالنسبة للفلكيين الذين قاموا بالرصد، فإن أطروحة الثقب الأسود كانت هي أقرب الحلول إلى المنطق، وكل التفسيرات الأخرى كانت تستوجب تخيل وجود جسم أكثر غرابة. وجاء التأكيد الثاني في العام نفسه، وكان هذه المرة بفضل عمليات رصد في نطاق الراديو.
كان الجرم التي تتم دراسته هو NGC 4258، وهي مجرة حلزونية موجودة على بعد نحو 7 ميجا فرسخ، وهي معروفة كذلك بأنها تطلق دفقات من المادة. وكانت تلك المجرة قد رصدت بواسطة المرصد VLBA، وهو شبكة مكونة من 10 هوائيات راديو موزعة على الأراضي الأمريكية، وتعمل بشكل متزامن وتقدم صورا على درجة عالية من النقاء والدقة. وكان هدف الشبكة هنا أيضا رصد قرص المادة الذي يدور حول الجسم المركزي، وفي المقابل كانت عمليات الرصد تتركز على الإشعاع المكبر للقرص، وهو الإشعاع المكافئ للليزر في موجات الراديو. وأظهرت عمليات الرصد أن سرعة الدوران كانت تزيد كذلك كلما قلت المسافة إلى المركز، ويمكن أن تصل لنحو 1000 كيلو متر في الثانية. وتبعث تلك المعطيات على تقدير كتلة الجسم المركزي بنحو 40 مليون مثل كتلة الشمس، وكثافتها بنحو 10,000 مرة أكبر من كثافة تجمع نجمي اعتيادي. وكان التفسير الأقرب إلى المنطق هنا أيضا هو وجود ثقب أسود فائق الكتلة في مركز مجرة NGC 4258. عنوان اندماج المجرات. المجرات ذات النواة النشطة ليست هي الوحيدة التي تسترعي الانتباه، فبعض المجرات لها مواصفات خاصة بسبب تفاعلات مع مجرات أخرى. وسنرى لاحقا أن أغلبية المجرات ليست معزولة في الفضاء، لكن تنتمي لتجمعات مجرية. وفي ظل هذه الظروف، فإن عمليات الشد الجاذبوي التي تساعد على التقاء مجرتين هي ظاهرة عادية تتكرر كثيرا بهذا الشكل. على سبيل المثال، فإن المجرتين الأقرب من مجرتنا وهما السحابتان الماجلانيتان آخذتان في السقوط عليها، ومن المتوقع أن تبتلعهما في غضون بضعة مليارات من السنين. ومن المتوقع كذلك أن ينتهي الأمر بمجرة أندروميديا بالارتطام مع مجرتنا في غضون أقل من 10 مليارات من السنين. وعلى عكس ما نتوقعه، لا يؤدي الارتطام بين مجرتين لكارثة كونية كبرى، ذلك أن احتمالية الالتقاء بين نجمين تبدو ضعيفة للغاية، وغالبا ما تمر المجرات ببساطة عبر بعضها البعض. لكن إذا لم يكن هناك تأثير كبير على النجوم، فما التأثير على الشكل العام للمجرات؟ فمن شأن التفاعل الجاذبوي أن يؤدي إلى تولد قوى مد كثيفة تعمل على إعوجاج المجرات، مما يسفر عن تغير كامل في شكلها. في هذا السياق تفيد المحاكيات الرقمية لمثل هذه التداخلات أن النتائج يمكن أن تتجسد، على سبيل المثال، في نشأة أذرع حلزونية في هذه المجرة أو تلك. وفي بعض الحالات، إذا حدث اللقاء بين المجرتين بسرعة بطيئة نسبيا، فإن المجرتين تفقدان استقلاليتهما وتتحولان لمجرة واحدة. إننا في هذه الحالة نكون بصدد اندماج وليس اصطداما. عنوان اندلاع موجات تكون النجوم. وسمة ظاهرة ترتبط بالتحام المجرات وهي اندلاع موجات نشأة النجوم. لقد اكتشف القمر الصناعي إيراس عام 1983 مصادر متعددة تتسم بإضاءة عالية في نطاق الأشعة تحت الحمراء، وكل منها له قوة إجمالية تماثل قوة الكوازار. وأظهرت صور هذه الأجرام أن الأمر يتعلق بمجرات حلزونية في حال التداخل، وكان انبعاث الأشعة تحت الحمراء مصدره في مركز هذه المجرات، لكن في منطقة يبلغ حجمها 1000 فرسخ، أي ما يزيد كثيرا عنها في المجرات ذات النواة النشطة. وقد أتاحت الدراسات المتعمقة لهذه المجرات أن نفهم بشكل أفضل الظواهر المعنية، فالمناطق المركزية في تلك المجرات هي في واقع الأمر مهد يشهد نشأة كثيفة وسريعة للنجوم. تلك الأخيرة لا تكون مرئية، لكنها لا تزال محاطة بسحب الجزيئات، غير أن الغبار في هذه السحب يمتص الأشعة فوق البنفسجية للنجوم الشابة ويعيد إرسالها على هيئة أشعة تحت حمراء، وهي التي يرصدها إيراس. إن كتلة الغاز المحولة إلى نجوم وسرعة النشأة يبدوان أكبر كثيرا مما يحدث في مجرة مثل مجرتنا. بهذا الارتفاع، فإن عملية اندلاع موجات نشأة النجوم لا يمكن أن تستغرق إلا عدة عشرات الملايين من السنين، وهو وقت قصير للغاية بالنظر لعمر المجرات. وعلى الرغم من فهمنا بشكل عام لظاهرة اندلاع موجات تكون النجوم، فلا زالت هذه الظاهرة تنطوي على كثير من التساؤلات وبوجه خاص فيما يتعلق بأسبابها.
الفرضية الأرجح هي أنه عند تداخل المجرات فإن قوى المد تؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من الغاز في المناطق المركزية بإحدى المجرات، وتبدأ عملية انهيار جاذبوي يقود إلى تكون النجوم. وهناك تساؤلات أخرى مهمة تكمن في مسألة الصلة المحتملة بين ظاهرة اندلاع موجات تكون النجوم ووجود نواة نشطة. عنوان مجموعات المجرات والتجمعات المجرية. أحد المظاهر المهمة لعلماء الفلك المعنيين بالمجرات هو دراسة توزيع المجرات في الكون، ومنذ عمليات الرصد الأولى للسدم لاحظ الفلكيون أن توزيع المجرات ليس متجانسا على الإطلاق، بل على العكس، فإن المجرات لها ميل قوي لتشكيل تجمعات تتباين محتوياتها وأحجامها بشكل كبير، وتصنف هذه التجمعات في فئتين. فنحن نتحدث عن مجموعات إذا كان العدد الإجمالي للمجرات يقل عن 100 عضو، ونتحدث عن تجمعات عندما يزيد عددها على ذلك الحد. على سبيل المثال، بالنسبة للتجمعات العملاقة التي قد تضم أكثر من 10,000 مجرة، ومجرة درب التبانة نفسها عضو في مجموعة تضم 30 مجرة نطلق عليها اسم المجموعة المحلية، ويصل حجمها لمليون فرسخ. تسود في تلك المجموعة مجرتان حلزونيتان كبيرتان هما أندروميدا ومجرتنا، والمسافة بينهما تقدر بنحو 690 ألف فرسخ، وتتركز بشكل أو بآخر أغلبية المجرات الأخرى بالمجموعة المحلية حول هاتين المجرتين، وهو ما يمنح المجموعة تكوينا ثنائي القطب. ونكد بشكل خاص قرب درب التبانة السحابتين المجالانيتين، وهما مجرتان غير منتظمتين تبعدان بالتوالي عن مجرتنا 50,000 و60,000 فرسخ. ومن جانب أندروميدا ستظهر مجرة ثالثة حلزونية هي مجرة المثلث على بعد 720,000 فرسخ منا. وفضلا عن المجرات الخمس سالفة الذكر نجد ما يربو على 20 مجرة أقل كتلة، وبالتالي أصعب في رصدها. وبوجه خاص نسبة كبيرة من المجرات البيضاوية المتقزمة وبعض المجرات غير المنتظمة. عنوان تجمعات المجرات. وبالابتعاد عن المجموعة المحلية فإننا نقابل مجموعات أخرى من المجرات مثل تجمعنا، ومنها مجموعات أكثر ازدحاما قد تضم آلاف المجرات، والتجمع المجري الأقرب من المجموعة المحلية هو تجمع العذراء، وهو موجود على بعد 20 ميجا فرسخ، ويضم أكثر من 2000 مجرة مرئية من الأرض من الأنواع كافة، ويبلغ قطره نحو 2 ميجا فرسخ، والشكل النهائي للتجمع ليس محددا، ويوصف بأنه تجمع غير منتظم. وتنطوي بعض التجمعات على توزيع أكثر اتساقا، قد يكون على سبيل المثال كوري الشكل، ونتحدث حينذاك عن تجمع مجري منتظم. وأقرب تجمع من هذا النوع من درب التبانة هو تجمع شعر برنيكا، ويقع على بعد 100 ميجا فرسخ، ويضم أكثر من 1000 مجرة مرئية، وتكاد تكون كلها مجرات عدسية أو بيضاوية، وله قطر يبلغ نحو 5 ميجا فرسخ. جدير بالذكر أن عدد المجرات الوالد هنا لا يضم سوى المجرات التي يتم رصدها من الأرض، ولا شك أن هذه التجمعات على غرار المجموعة المحلية تضم مجرات صغيرة غير منتظمة أو مجرات بيضاوية متقزمة، وتكون إضاءتها أقل من أن تسمح برصدها، لكنها موجودة في الواقع وتزيد من كثافة التجمعات التي تضمها لتصل بالعدد إلى عدة آلاف، بل وقد يربو على 10,000 عضو. ثمت نقطة مشتركة أخرى بين تلك التجمعات، وهي وجود مجرات بيضاوية عملاقة في مركزها 3 في تجمع العذراء و2 في شعر برنيكا. إن هذه المجرات هي ثمرة ما نسميه بالتوحش المجري. في الحقيقة تدور حول هذه العمالقة مجرات اعتيادية، وحين تقترب واحدة منها بشدة من المجرة المركزية فإنها لا تستطيع الفرار من الشد الجاذبوي، فتلتهمها المجرة العملاقة، وهكذا تتراكم المادة شيئا فشيئا مع الوقت مع المجرات المركزية حتى ينتهي بها المطاف للوصول إلى أحجام خارقة. يأتي جزء من معرفتنا بتجمعات المجرات من عمليات الرصد في نطاق أشعة إكس، فقد أوضحت هذه العمليات وجود كميات كبيرة من الغاز في درجات حرارة تبلغ 100 مليون كلفن، ويرتبط ذلك الغاز في التجمعات غير المنتظمة بالمجرات، في حين أنه يملأ كل التجمع في حالة التجمعات المنتظمة. يظهر ذلك أن التجمعات المنتظمة كانت محلا للعديد من التفاعلات بين المجرات، الأمر الذي أدى إلى تشتت الغاز شيئا فشيئا لينتهي به الأمر إلى هذا التوزيع المتجانس.
وفي الأحوال كافة يكون انبعاث أشعة إكس مصحوبا بفقد الطاقة بالنسبة للغاز، وهو ما يسفر عن سقوط ذلك الغاز نحو مركز التجمع ومولد ما نطلق عليه اسم التيارات الغازية الساخنة. ويكون من شأن هذه التدفقات الغازية أن تولد سحبا هيدروجينية تؤدي لنشأة نجوم قليلة الكتلة لتسهم بشكل فعال في زيادة كتلة المجرات المركزية العملاقة. عنوان: التجمعات المجرية الفائقة والتكوينات على المستوى الأضخم. تميل المجرات للعيش في مجموعات وليس في عزلة، لكن ماذا يحدث على المستوى الأكبر؟ كيف تتوزع مجموعات المجرات والتجمعات المجرية؟ عنوان: التجمعات الفائقة. لقد أظهرت هنا أيضا عمليات الرصد أن توزيع المجرات بعيد عن أن يكون منتظما، فمجموعات المجرات والتجمعات المجرية لها ميل للتجمع لتشكل ما نطلق عليه التجمعات الفائقة، وهي تجمعات عملاقة تصل في المتوسط لحجم 50 ميجا فرسخ وتضم عدة مئات من المجموعات. والتجمعات المجرية تنتمي المجموعة المحلية بهذا الشكل لتجمع محلي فائق مركزه يوجد في مستوى تجمع العذراء. ويمكننا كذلك أن نذكر نماذج أخرى مثل التجمع الفائق هيدرا كونتورس أو تجمع شبلي الفائق الموجود على بعد 200 ميجا فرسخ منا. إن مستوى التجمع المجري الفائق هو نقطة الانطلاق التي يبدأ عندها الإحساس بتمدد الكون، ففي الواقع عندما تكون مجموعة من الأجسام مرتبطة ببعضها بقوة جاذبية متبادلة لا تكون في حالة تمدد ما دامت الجاذبية المتبادلة بين الأجسام كبيرة بما يكفي لمقاومة التمدد. وينطبق ذلك على حالة المجرة أو المجموعة المحلية أو التجمعات الأخرى. في المقابل لا تكون قوة الجاذبية التي تربط بين التجمعات المجرية قوية بما يكفي لتحول دون الإفلات، وعند هذا المستوى يبدأ التمدد في أن يكون ملموسا، وتكون نتيجة ذلك أن التجمعات تتباعد ببطء عن بعضها البعض ويزداد حجم التجمعات الفائقة مع الوقت. عنوان: البنية على المستوى الأضخم. لقد تم الحصول على النتائج الأولى حول انتظام المادة في التجمعات الفائقة ببساطة عن طريق دراسة توزيع التجمعات في السماء، ولم تكن هذه النتائج مرضية بشكل كامل لأن العوامل المؤثرة على الإسقاط يمكن أن تتدخل وتفسدها. ففي الواقع يمكن لتجمعين حتى لو كانوا منفصلين إلى أقصى حد أن يبدو قريبين من بعضهم البعض برؤيتهما من الأرض لو كان موجودين في نفس الاتجاه. ولمعرفة التوزيع الحقيقي للتجمعات في الفضاء كان ينبغي الحصول على معلومات أكبر عن بعد تلك التجمعات. وبتلك المعلومة صار من الممكن تحديد ما إذا كان تجمعان قريبان من السماء هما بالفعل قريبان في الحقيقة في الفضاء أم إن الأمر يتعلق بمجرد تأثير الإسقاط. ويستند المنهج المستخدم في تحديد مسافة تلك الأجسام البعيدة على قانون هابل. ينبغي بداية القيام بتحليل طيفي لضوء الجرم وتحديد إزاحته صوب الطيف الأحمر، ثم استنباط سرعة تراجعه منها. بعد ذلك وانطلاقا من قانون هابل تستخدم هذه السرعة في حساب مدى بعد الجرم. إن الأمر بهذه الطريقة يبدو بسيطا للغاية من الناحية النظرية، لكن عمليا فإن الأمور تكون أكثر تعقيدا لأن المجرات البعيدة لا تبعث إلا قليلا جدا من الضوء. إن الحصول على تحليل طيفي جيد يعتد به هو بالتالي مسألة تستغرق وقتا طويلا وتنطوي على صعوبة كبيرة. إن الأمر هنا يتعلق بالمشكلة الكبرى التي تواجه علم الفلك فوق المجري وتمثل عقبة شديدة الصعوبة. لكن بفضل التقدم في تقنيات الرصد جاءت النتائج الأولى في الثمانينات وكشفت حينذاك عن توزيع المجرات في مستويات أكبر من 100 ميجا فرسخ، وهو ما نسميه البنية المجرية الفائقة. وبناء على ذلك كشف الفلكيون أنه حتى على هذا المستوى فإن توزيع المادة غير متجانس، فثمت فراغات هائلة في توزيع التجمعات الفائقة وهي فقاعات عملاقة حجمها يناهز 100 ميجا فرسخ ولا تضم أي مجرات. ويرى الفيزيائيون والفلكيون حاليا أن تلك الفراغات تمثل أكثر من 90% من حجم الكون، وإن التجمعات الفائقة للمجرات موجودة على الحدود بين هذه الفراغات. وأظهرت عمليات الرصد أن تلك التجمعات تنتظم لتشكل تكوينات على هيئة خيوط ترسم حدود الفقاعات. وأوضحت عمليات الرصد كذلك
وجود بنية مستوية عملاقة تدعى الحائط العظيم، موجودة على بعد 100 ميجا فرسخ في المجموعة المحلية. وهذا الجدار شاسع وتبلغ مساحته نحو 80 في 230 ميجا فرسخ، وهو رفيع للغاية، حيث إن سمكه لا يزيد على 10 ميجا فرسخ. وفي نهاية الثمانينات اكتشف الفلكيون كذلك أن التجمع المحلي الفائق ليس ثابتا، لكنه يتحرك في اتجاه كوكبة كانتوروس، ويعزي ذلك التحرك إلى الشد الجاذبوي الخارق لمجموعة جديدة تعرف باسم الجاذب الأعظم، تصل كتلته إلى عشرات الآلاف مثل كتلة المجرات، وحجمه يصل لنحو 100 ميجا فرسخ. تظهر كل تلك الاكتشافات الحديثة أن البنية المجرية الفائقة تفوق كثيرا في تعقيدها كل الحدود التي كنا نتخيلها حتى اليوم، وتشكل أسباب عدم التجانس وتشكيل تلك التكوينات جانبا من المعضلات الكبرى التي تواجه الفيزياء الفلكية المعاصرة. وفي إطار السعي للتغلب على هذه المشكلات وتطوير معرفتنا بالتكوين المجري الفائق، سمت مشروعات متعددة في مجالات تقنيات ومعدات الرصد جارية وتستهدف حشودا أكثر ازدحاما بالمجرات وشديدة البعد. انتهى الكتاب، شكرا لكم.